بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هقول اول ريكورد خاص بسنه ثالثه السنه الجديده ان شاء الله. الانترودكشن تو باثولوجي اند سيل انجري. بدايه كده، طبعا الباثولوجي ده يعتبر حاجه جديده خالص بالنسبه لنا، يعتبر ماده جديده لسه اول مره بنتعرف عليها ولسه اول مره بنذاكرها. فهي بتعتبر يعني كأنها اعتبروها كأنها لغة جديدة، لغة جديدة بنتعلمها. لو اتعلمت اللغة دي كويس هتقدر تمشي فيها بقية السنة كويس. فعلشان كده لازم البيزك، في حاجات بيزك هنقولها في الترم الأول، هي دي كأنك بتتعلم لغة جديدة. لو البيزك ده عندك اتبنى كويس فانت بإذن الله هتعرف تكمل فيه بقية السنة كويس. طيب، هو الباثولوجي ده اصلا عباره عن ايه؟ الباثولوجي ده اللي هو علم الامراض، هندرس فيه الديزيزز، يعني معظم الديزيزز اللي هي اللي موجوده في كل السيستمز. عندنا احنا بنقسم الباثولوجي لحاجتين، حاجه اسمها جنرال باثولوجي وحاجه اسمها سيستميك باثولوجي. يعني ايه جنرال باثولوجي ويعني ايه سيستميك باثولوجي؟ الجنرال باثولوجي ده يعني انت بتدرس فيه مثلا المرض عموما، بتدرس فيه الانفلاميشن اللي هي الالتهابات، بتدرس فيه الاورام عموما، تدرس فيه الانفكشن العدوى عموما. ده الجنرال باثولوجي، بتدرس كل حاجه عموما. بعد كده نيجي بقى للسيستميك باثولوجي، بناخد كل سيستم لوحده بالالتهابات اللي فيه، بالتيومرز اللي فيه، بكل حاجه معينه خدناها في الجنرال بنطبقها على كل سيستم لوحده في الترم الثاني. ده الفرق بين الجنرال باثولوجي وبين السيستميك باثولوجي. الجنرال باثولوجي الديزيز عموما، التهابات، اورام، انفكشن، يعني حاجات كده بتبقى عامه. لكن من اول الترم الثاني لما نبدا السيستميك باثولوجي بنبدا بقى نطبق الحاجات اللي احنا اخدناها في الجنرال دي على كل سيستم لوحده. علشان كده البيزك بتاعك هو الجنرال باثولوجي، هي دي اللغه اللي انت هتتعلمها علشان تقدر بعد كده تطبقها في الترم التاني في سيستميك باثولوجي. تمام. طيب، دي اول حاجه، يعني ايه باثولوجي ويعني ايه جنرال ويعني ايه سيستميك. طيب، الباثولوجي اي حاجه هناخدها هنتكلم فيها عن ايه يا ولاد؟ هنتكلم فيها عن certain points. اول حاجة هتتكلم عن ال definition بتاع ال disease، ايه تعريف ال disease اللي احنا هناخده ده. تاني حاجة هتعرف هنتكلم عن حاجة اسمها ال epidemiology. يعني ايه ال epidemiology؟ يعني ال disease ده more common في الميلز ولا في الفيميلز؟ ال disease ده more common في اني age group، بيجي في الصغيرين ولا بيجي في الكبار؟ ال disease ده منتشر في منطقة معينة في العالم ولا لأ؟ دي معنى كلمة epidemiology. يبقى معنى كلمة epidemiology اللي هو المرض موجود، الانسيدنس بتاع المرض، حدوث المرض، more common في الميل ولا في ميل، في الصغيرين ولا في الكبار، any age group بيحصل فيه المرض ده، او المرض ده بيحصل في انهي بلد. مثلا في امراض more common مش عارفة في امريكا، امراض more common في اليابان، وهكذا. ده معنى كلمة epidemiology بتاع المرض. تاني حاجة تدرسها الإتيولوجي بتاع المرض، سبب المرض ده ايه؟ ليه أسباب كتير. هل السبب ده مثلا مشكلة جينيتك؟ هل السبب ده انفكشن؟ هل السبب ده ميوتيشن، يعني طفرة حصلت في جين معين؟ فالإتيولوجي برضو بتاع المرض. طب الباثوجينيسيس، تالت حاجة بندرسها الباثوجينيسيس بتاع الديزيز. يعني ايه الباثوجينيسيس؟ يعني الميكانيزم اللي الديزيز حصل بيه. تمام؟ ده معنى كلمة باثوجينيسيس، الميكانيزم، ايه كيفية حدوث المرض ده؟ يعني ازاي مسبب المرض، ازاي الاتيولوجي ادى لحدوث المرض؟ فده معنى كلمة الباثوجينيسيس، الميكانيزم اوف الديزيز. رابع حاجة بقى، والده اللي هو المهم جدا جدا، اللي هو المورفولوجي، المورفولوجي بتاع الديزيز. يعني ايه بقى كلمة مورفولوجي؟ المورفولوجي ده هو اساس الباثولوجي كله. الباثولوجي ده كله مينلي مورفولوجي، يعني شكل المرض بعيني وانا شايفاه بعيني كده قدامي اسمه جروس بيكتشر. يعني ايه جروس بيكتشر؟ يعني المرض بعيني وانا شايفاه، مش محتاجه مايكروسكوب. وفي حاجه تانية اسمها المايكروسكوبيك بيكتشر، اللي هو نفس الديزيز بس اشوفه تحت المايكروسكوب. يبقى المورفولوجي يعني شكل المرض اللي قدامي، بيشمل جروس بيكتشر ومايكروسكوبيك بيكتشر، ودول اهم حاجه، دول هم اساس الباثولوجي. الجروس بيكتشر ده يعني المرض وانا شايفاه بعينيا كده من غير مايكروسكوب عامل ازاي، والمايكروسكوبيك بيكتشر يعني المرض تحت المايكروسكوب شكله عامل ازاي. الجروس بيكتشر دي بتختلف بقى ايه، هي العينه جايه لنا ازاي.
ساعات الجراح بيشيل الاورجان كله، يعني ست مثلا، يعني خدوا معايا مثلا المثال ده، واحده ست جايه بتشتكي قالت انا حاسه بكلكعه في صدري، هنعمل ايه اول حاجه لما اول ما نلاقي الست دي حاسه بكلكعه في صدرها؟ هل هنشيل صدرها مره واحده على طول؟ لا طبعا. امال نعمل ايه؟ لازم نعرف العينه دي ايه، هل هو التهاب، هل هو ورم حميد، ورم خبيث، لازم نعرف الاول، مش هنشيل صدر الست على طول من غير ما نعرف. طيب فيجي الجراح يعمل ايه؟ ياخد منها سمول بايوبسي. يعني ايه سمول بايوبسي؟ يعني يدخل بابره كده وياخد منها عينه صغيره خالص، شويه فتافيت كده من الكلكعه اللي الست حاسه بيها دي. ناخد الكراكيع دي ونشوفها تحت الميكروسكوب شكلها عامل ازاي. طلعت انفلاميشن، طلعت شويه التهاب، خلاص هتتعالج من الالتهاب ده. طلعت ورم حميد، خلاص هنشيل الورم الحميد ده لوحده وهنسيب الصدر زي ما هو. طب طلعت العينه دهيت ورم خبيث، لا ده بيشيل بقى الصدر كله طبعا، يعني حسب بقى بروتوكولات معينه هما بيمشوا فيها في الجراحه. نفس الكلام برضو، عيان جاي بيشتكي ان هو بقاله مثلا شهرين ثلاثه بيشتكي ان عنده كونستيبيشن، عنده امساك، راحوا عملوا له منظار قولون لقوا فيه ماس في كلكعه قد كده سد القولون، هيعمل الجراح؟ هيروح شايل القولون مره واحده؟ لا طبعا، يبدا اول حاجه يشيل منها بايوبسي صغيره، فتافيت صغيره ونشوفها، لو هي التهاب هيعالجه، لو هي ورم حميد هيشيله، لكن لو ورم خبيث بيشيل القولون كله. تمام. فعلشان كده عينات الجروس بتختلف، في عينات صغيره اسمها سمول بايوبسي، في عينات كبيره اسمها راديكال، يعني شال الاورجان كله، او اكسجينال بايوبسي، كلمه اكسجينال بايوبسي يعني شايل الاورجان كله او شايل الماس كلها. كلمه انسجينال بايوبسي يعني واخد حته صغيره من الماس، انسجينال بايوبسي او بايوبسي لوحدها يعني واخد حته صغيره من الماس وسايب الباقي. كلمه اكسجينال بايوبسي يعني شايل الماس كلها. تمام. في حاجة تانية في الباثولوجي هتقابلكوا اسمها فروزن سيكشن. يعني ايه فروزن سيكشن؟ يعني العيانة دلوقتي وهي جوه اوضة العمليات تحت متخدرة، نايمة على السرير العمليات ومتخدرة، شال حتة من الكلكعة اللي في صدرها دهيت، شال حتة صغيرة منها، ودكتور الباثولوجي قاعد جنبه كده بمايكروسكوب، هياخد البايوبسي الصغيرة اللي هو طلعها دي، وعن طريق ميكانيزم معين بالتبريد، عشان كده سموه فروزن سيكشن، بيحولها لشريحه وبيشوفها تحت الميكروسكوب. طلعت عينه حميده، الجراح يقوم مقفل الست وخلاص العمليه خلصت. طلعت العينه خبيثه، يقوم يعمل ادفانسد سيرجري، كل دواء العينه تحت التخدير مستنيه قرار الدكتور بتاع الباثولوجي اللي قاعد جنب الجراح في اوضه العمليات. ده اسمه فروزن سيكشن. في حاجة بقى اسمها سيتولوجي، دول أجلوها للآخر خالص، هقولكوا عليها في الآخر، مش وقتها خالص دلوقتي. يبقى ملخص اللي أنا عايزة أقوله ده، ما تدوشوش دماغه بيه. عايزة أقولكوا إن عينات الباثولوجي اللي بتجيلنا مختلفة، عينات منها عينات صغيرة خالص فتافيت اللي هي السمول بايوبسز، منها عينات واخد حتة من ماس اسمها انسيجنال بايوبسي، منها واخد الماس كلها اسمها اكسيجنال بايوبسي أو الفروزن سكشن اللي هو جوه أوضة العمليات. معنى كلمة اوتوبسي، كلمة اوتوبسي يعني ايه؟ كلمة اوتوبسي يعني تشريح بعد الموت، ان العيان مات خلاص وانا خدت بقى الماس اللي عنده دي بعد ما مات وحللتها. ده معنى كلمة اوتوبسي، عشان لو قابلتكو في المنهج. الكلام اللي انا بقوله ده مش للمذاكرة خالص، ده احنا لسه ما بدأناش المنهج، ده اسمه شابتر الانترودكشن، ده ولا بيتذاكر ولا بيتحفظ ولا اي حاجة، انت مجرد بس تبقى فاهم انت هتاخد ايه داخل على ايه بعد كده. فلغاية دلوقتي احنا بندردش في كلام مش هيتذاكر خلاص، ده مجرد بس احنا ده بداية للتعريف بالباثولوجي. خلاص عرفنا العينة الجروس اللي انا بشوفها بعيني، في بقى عينة بشوفها تحت الميكروسكوب بعد ما شفتها بعيني خلاص، بتمر بمراحل معينة اخدتوها في الهيستولوجي، اللي هي بتحصل لها مش عارفة بيحطوها في البرافين في الشمع، وبعد كده بيقطعوها بالميكروتوم ويحولوها لشريحة، اللي هي الخطوات اللي انتوا اخدتوها في الهيستولوجي بالظبط. تمام. وبعد كده تجينا الشريحة بقى نشوفها تحت الميكروسكوب. الشريحة دهيت بتبقى مسبوغة بكذا طريقة، يا اما مسبوغة بالهيماتوكسلين والايوسين العادي اللي انتوا متعودين عليه في الهيستولوجي، يا اما بتبقى مسبوغة بصبغات خاصة هنجيب سيرتها طول ما احنا ماشيين في المنهج، ومش مكانها دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان اي مرض في الدنيا هنتكلم فيه عن الديفينيشن بتاع المرض،
وبعد كده الابيديميولوجي انتشار المرض في اني ميل ولا في ميل، في اني ايدج جروب، في اني بلد، الايتيولوجي سبب المرض، الباثوجينيسيس اللي هو ميكانيزم بتاع حدوث المرض، والمورفولوجي اللي هو شكل المرض سواء كان جروس انا شايفاه بعيني من غير مايكروسكوب او تحت شكل المرض تحت الميكروسكوب، والباثولوجي مينلي بيعتمد على المورفولوجي، ده اهم جزء في الباثولوجي. وبعد كده بنتكلم عن الكومبليكيشن بتاعت الديزيز اللي هي مضاعفات الديزيز ده، واحد عنده مثلا ورم في القولون يبقى ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل ان الورم ده ينتشر، لو ورم خبيث ممكن ينتشر في بقية جسمه وهكذا، يبقى الكومبليكيشن دي اللي هي مضاعفات المرض. وبعد كده في الاخر البروجنوزس، يعني ايه البروجنوزس؟ يعني العيان هيعيش قد ايه، المرض ده مرض خطير جدا العيان هيموت بسرعة، ولا المرض ده يعني الى حد ما العيان هيعيش فيه شوية، ده معنى كلمة البروجنوزس. طيب ده الانترودكشن للباثولوجي، وده مش هتذكره ولا تحفظ فيه اي حاجة، ده مجرد بس بتفهم احنا داخلين على ايه. في حاجة مهمة جدا بقى لازم تعرفوها وهيأكدها لكم زمايلكم اللي بعد كده دخلوا سنين الكلينيكال، سواء كان خدوا اي ان تي او خدوا نساء او الجراحه او الحاجات دي كلها. الباثولوجي فيري امبورتنت، مهم جدا جدا في السنين الكلينيكال دي، فلازم تهتم بيه دلوقتي، لازم تهتم بيه من اهم المواد اللي في الطب كلها، لان هو يعتبر الطب كله هو الباثولوجي ده، من أهم، مش بقول كده عشان هي المادة بتاعتي، هو فعلا مهم. الباثولوجي ده عبارة عن الفاينل دياجنوزيس. يعني ايه الفاينل دياجنوزيس؟ يعني انت احترت في تشخيص العيان ده قمت جايب العيان ده بقى وحطه تحت الميكروسكوب وشايفه، خلاص مفيش بعد كده، مفيش حاجة هتشخص بعد كده، انت خلاص العيان احترت، عمال تعمل له معامل وعمال تعمل له تحاليل وتعمل له اشعاعات ومش عارف هو عنده ايه، جيت في الاخر الفاينل دياجنوزيس بتاعك هو الباثولوجي، انت خدت العيان وحطيته تحت الميكروسكوب وبتتفرج عليه تحت الميكروسكوب، يعني مش ما تتعاملش مع الشريحه انها حته ازاز انت بتشوفها، لا الشريحه دي عيان، عيان انت بتشوفه تحت الميكروسكوب، فما فيش حاجه هتشخص بعد كده خلاص. فهو من اهم المواد ومن اهم العلوم اللي في الطب، لان ما فيش جراح بيشتغل من غير باثولوجيست، ومفيش دكتور النساء بيشتغل من غير باثولوجيست، مفيش دكتور بطنه بيشتغل من غير باثولوجيست، لان دكتور البطنه اللي شغال مناظير او شغال كلى او اي حاجه لازم بيعتمد على الباثولوجيست في التشخيص بتاع العينات اللي بياخدها. فكل واحد، كل فرع من الفروع بتاعه الطب بتلجأ للباثولوجيست في الاخر كنوع من انواع الفاينل دايجنوزيس اللي بيشوف لهم العيان بتاعهم تحت الميكروسكوب ده العيان ده عنده ايه، تمام؟ فاهتموا بيه لان هو هينفعكوا بعد كده. تاني حاجة بقى تهتم بيه ازاي؟ تهتم بيه ان انت تعرف البيزكس بتاعته، تعرف البدائيات، انت اندر جراديويت، انت مش بوست جراديويت، تعرف البيزس بتاعته، ما تدخلش وتتعمق في تفاصيل، ابسط ما يمكن انت مطلوب منك تعرفه. في حاجات في حاجات في النص هتلاقي الميكانيزم بتاعها داخل في بايو كيمستري ومش عارفه ايه، مالكش دعوه خالص، خدوا الموضوع ببساطه عشان تعرف تكمل الباثولوجي للاخر. اللي هيصعب الباثولوجي على نفسه ملهاش اي داعي خالص، ملهاش داعي انك تصعبه على نفسك، لان احنا عايزين منه حاجات معينه بس اللي نطلع بيها، كاننا بنتعلم لغه، بنتعلم الف ب باثولوجي، هو ده اللي احنا عايزين نطلع منه من سنه ثالثه، مش عايزين اكتر من كده، تمام كده. طيب ندخل بقى في اول شابتر علينا في المنهج اللي هو الشابتر بتاع السيل انجري. ده من اسهل الشباتر اللي هتقابلها في حياتك كلها، اللي هو شابتر السيل انجري ده. تعالوا بقى نتكلم يعني ايه اصلا سيل انجري. المفروض ان احنا ربنا خلق لنا كل خلية في جسمنا في حالة توازن. حالة التوازن دي زي ما خدتوها في الفسيولوجي حاجة اسمها هوميوستاسيس، يعني طلبات الخلية بتجيلها لغاية عندها علشان تقوم بالفانكشن بتاعتها. فربنا خالق كل خلية في جسمنا في حالة توازن، في حالة هوميوستاسيس، كل خلية بتجيلها طلبات معينة فبتطلع لي فانكشن معينة، فاحنا كده بنكون في حالة توازن وتمام وعايشين حلو الحمد لله. طيب لو حاجة بقى جت ضايقت الخلية بتاعتنا دي، حاجة جت عكننت عليها عيشتها المتوازنة اللي هي عايشاها دي، بيكون ايه رد فعل الخلية؟ ايه هو السيل
respond to injury. تعالوا نتكلم الأول يعني إيه أصلا injury، يعني إيه اللي ممكن يعكنن على الخلية. ممكن تعكنن على الخلية إن أنت مثلا إيه تقطع عنها البلود سبلاي بتاعها، ما توصل لهاش الأكسجين بتاعها، تعرضها مثلا لتوكسين، تعرضها لسموم، تعرضها لأدوية، والأدوية دي تكون بدوز عالية قوي فوق قدرتها على التحمل. ممكن تعرض الخلية دي لطفرات في الجين اللي فيها genetic mutation. ممكن تعرضها لإميون ديزيز، يعني إيه يعني يكون تتعرض مرض مناعي، تمام؟ ممكن certain infection بكتيريا أو فيروس أو فانجل فطريات تروح تعكن عليها حياتها. فأنت ممكن الخلية دي في injuries كتير قوي ممكن تعكن عليها حالة التوازن اللي هي عايشة فيها دهيت، تمام؟ فاحنا كده فهمنا يعني ايه injury. طيب الخلية بقى بترد على الانجري ده ازاي؟ هتعمل ايه؟ تخيل كده انت واحد صاحبك بيضايقك، بيغلس عليك طول ما هو قاعد كده، قاعد بيغلس عليك. انت على حسب كمية الغلاسة بتاعته هتتصرف ازاي؟ ممكن انت اصلا تكون شخص بارد فعارف تتأقلم مع الغلاسة بتاعته وعايش حياتك عادي، مش مشكلة مهما يغلس عليك انت عادي بتأدبت تتأقلم. ممكن غلاسته تزيد شوية فانت تزعل منه وتقطعه فترة وبعد كده ترجع تصالحه تاني، تمام؟ ممكن غلاسته تزيد قوي عن الحدود تقول خلاص انا هقطع علاقتي بيه ومش هعرف الواد ده تاني، خلاص ده واد غلط فيا غلط جامد وانا هقطع علاقتي بيه خلاص، كل اللي بينا هيموت، كل اللي بينا هينتهي وهيموت. نفس الكلام بتعمله الخلية لما بتتعرض لانجري، هل هي قادرة تتعامل مع الانجري ده كويس خلاص وبتتأقلم معاه؟ فساعتها بقول ان السل حصل فيها adaptation، عارفة تتأقلم. طيب ممكن يكون الانجري اللي حصل لها ده غلس شوية فهي زعلت منه خلاص، بس زعلت وقدرت انها تعدي الزعل ده وترجع لحالتها الطبيعية تاني، فبسميه reversible injury. هي بتزعل شوية بيحصل فيها شوية تغييرات بس بترجع لأصلها تاني. في بقى زعل خلاص بيكون كل العلاقة انتهت وماتت وكل حاجة، ده اللي اسمه irreversible injury، تمام؟ يبقى ازاي السل بتريسبوند للانجري؟ عن طريق ثلاث حاجات، يا اما adaptation، يا اما reversible injury، يا اما irreversible injury. يعني ايه بقى اول حاجة نمسك حاجة حاجة كده؟ يعني ايه adaptation؟ يعني الخلية تأقلمت على الوضع اللي هي فيه، تأقلمت مع الانجري اللي هي فيه. زي ايه؟ مثال مثلا، اول حاجة مثلا تعالوا عيان مثلا مريض ضغط، مريض ضغط ضغطه عالي خلاص، فالقلب بدل بتاعه ما هو كان بيضخ الدم عند ضغط معين 120 سيستول و90 دايستول، لا ده الضغط زاد عليه، ضغط الدم زاد عليه فعمل زي انجري للقلب. يعني انا دلوقتي قلقت حالة التوازن اللي هو عايش فيها، زودت الضغط اللي هو متعود عليه، فالقلب يعمل ايه؟ هيحاول يتأقلم بحيث ان هو يتأقلم مع الضغط ده هوت ويكمل وظيفته كما يجب ان تكون. فهيعمل ايه؟ هتلاقيه ضخم عضلة القلب شوية، يحصل تضخم شوية في عضلة القلب، يعني تزود السايز بتاعها شوية عشان تقدر تتحمل الضغط العالي اللي عليها. ساعتها بقول ان الخلية حصل فيها هايبرتروفي. يعني ايه هايبرتروفي؟ يعني زادت في الحجم عشان تتأقلم مع وضع جديد، تمام؟ الكلام ده كله هنقوله بالتفصيل في شباتر تانية. ممكن الخلية تتأقلم بوضع تاني، ان هي مثلا يحصل فيها ايه؟ تعالوا مثلا خدوا المثال ده، عيان جاله ورم في الكلى خلاص، في كلى من الكليتين، فشلناها استأصلنا كلى وبقى عايش بكلى واحدة. هل الكلى الواحدة اللي هو عايش بيها دي هتفضل على حالها؟ لا طبعا، دي الكلى اللي هو عايش بيها لوحدها دي لازم تتأقلم عشان تقوم بوظيفة الكليتين، لان هي بقت لوحدها دلوقتي بتقوم بوظيفة الاتنين. فهتعمل ايه؟ هتزود عدد النيفرونز اللي فيها، وخلي بالك من كلمة عدد، زيادة في العدد اسمها هايبربليزيا، ويحصل هايبربليزيا في النيفرونز اللي فيها علشان بدل ما هي بتقوم بوظيفة كلى واحدة بقت بتقوم بوظيفة اتنين كلى.
يبقى لما ازود السايز بتاع الاورجان بسميه هايبرتروفي، يبقى الخليه ممكن تتاقلم بالهايبرتروفي، والمثال بتاع مريض ضغط الدم. طيب ممكن الاورجان او الخليه تتاقلم بالهايبربليزيا. يعني ايه هايبربليزيا؟ يعني تزود عدد الخلايا مش حجم بقى، هايبرتروفي حجم وهايبربليزيا عدد، هايبرتروفي سايز لكن هايبربليزيا نمبر. والمثال بتاعها مثال العيان اللي شلنا الكلى بتاعته. ممكن الخليه تتاقلم بالانجري اللي حصل لها بالاتروفي. يعني ايه بقى؟ يعني ايه كلمه اتروفي؟ تعالى خد المثال ده، واحد رجليه اتكسرت وفضل قاعد في الجبس يجي 6 7 8 شهور، خلاص كل ده قاعد رجليه في الجبس. طيب فطبعا رجليه اللي في الجبس دي مش بتتحرك، فبعد ما يفك الجبس العضلات بتاعه رجله دي هيحصل فيها اتروفي، يعني شويه ضمور هتبقى حجمها والنمبرز بتوعها هيبقوا عددهم اقل من الرجل السليمه اللي ما اتكسرتش. ليه؟ لان هو سايبها ما بتتحركش بقالها 6 شهور. حاجه اسمها ديسيوز اتروفي. يعني ايه ديسيوز؟ يعني انا سايبها ما بستخدمهاش، واحنا عارفين كويس قوي ان العضو الذي لا يستخدم بيضمر، فده معنى كلمه اتروفي. وليها امثله تانية برضو هناخدها بعدين في شابتر النيوبليزيا. ممكن الخليه تتاقلم بحاجه اسمها ميتابليزيا. يعني ايه ميتابليزيا؟ ميتابليزيا يعني نوع الابيثيليوم يتغير ويبقى نوع ابيثيليوم تاني. اديني مثال، هقول لك واحد مثلا حريقه سجاير بيشرب سجاير بالهبل. طب هو الريسبيراتوري ابيثيليوم، الابيثيليوم اللي بيغطي الريسبيراتوري تراكت، نوعه ايه؟ نوعه كولامنر، نوعه ضعيف جدا، كولامنر ضعيف مش قادر يتحمل كميه التوكسينز اللي داخله عن طريق السجاير دهيت. فيعمل ايه؟ تلاقي الريسبيراتوري ابيثيليوم بتاع الشخص الهيفي سموكر ده يتحول يبقى سكويمس ابيثيليوم. الريسبيراتوري ابيثيليوم يتحول بقى سكويمس عشان يقدر يتحمل كميه التوكسينز اللي بيتعرض لها. دي حاجه اسمها ميتابليزيا، يعني نوع ابيثيليوم اتحول لنوع تاني. يبقى كل دي وسائل ان الخليه تتاقلم مع الانجري اللي حاصل فيها، يا اما تزيد في السايز يحصل لها هايبرتروفي، يا اما تزيد في العدد يحصل لها هايبربليزيا، يا اما تضمر يحصل لها اتروفي تقل في السايز والنمبر، يا اما ميتابليزيا ان نوع ابيثيليوم يتحول لنوع ابيثيليوم تاني اكثر تحملا. طيب ده معنى الادابتيشن. طب تعالى دلوقتي لو انا بقى اتعرضت، لو الخليه دي تعرضت لمضايقه خلتها تزعل شويه، هل يحصل فيها انجري؟ بس الانجري ده ممكن يرجع، يعني ممكن ترجع تاني للنورمال ستيت بعدها. الخليه قادره تتحمل والانجري ما كانش زياده قوي. تمام. يبقى لو الانجوريوس ستيمولس، لو الانجري اللي وقع على الخليه ده كان بسيط والخليه قادره تتحمله، فالانجري هيبقى ريفيرسيبل، يعني الخليه تتعور شويه وترجع طبيعيه تاني. لكن لو الانجوريوس ستيمولس، لو الانجري ده كان عنيف جدا والخليه مش قادره تتحمله، فده هيبقى الريفيرسيبل انجري، الخليه خلاص هتموت مش هتقدر تتحمل هذا الانجوريوس ستيمولس. يبقى لو الخليه حالتها حلوه والستيمولس اللي واقع عليها ده بسيط شويه، هتبقى ريفيرسيبل انجري. لكن لو الخليه اصلا تعبانه، حالتها تعبانه مش حلوه، والانجوريوس ستيمولس اللي واقع عليها ده كان قوي جدا، هيبقى irreversible injury. الreversible والirreversible injury هشرحهم بالتفصيل كمان شوية صغيرين. تمام. اهم حاجة دلوقتي تعرف ان ازاي السيل بتريسبوند تو انجري. تبقى عارف اول حاجة مين هما الانجوريوس ستيمولس، مين هو الانجري. الانجري ده ان انت يا اما قطعت بلاد سبلاي عن الخلية، حاجة اسمها اسكيميا، يا اما قطعت الاكسجين سبلاي اللي رايح للخليه، زي في حالات الانيميا بيقل الاكسجين اللي متشال على الهيموجلوبين. تمام. يا اما كان القلب تعبان شويه مش قادر يضخ دم قوي، فده برضو قلل الاكسجين والبلاد اللي رايح للتيشو. يبقى انت ممكن ان انت عرضت الخليه لهايبوكسيا، قللت الاكسجين او الدم اللي رايح لها، ده نوع من انواع الانجري. يا اما عرضت الخليه لحاجه اسمها كيميكال ستيمولس. يعني ايه كيميكال ستيمولس؟ يعني عرضتها لتوكسين او لدواء اوفر دوز. يا اما عرضت الخليه الفيزيكال ستيمولس. يعني ايه فيزيكال ستيمولس؟ عرضتها مثلا لهيت، لحراره زياده، او عرضتها لبرد زياده الكولد، او عرضتها لاشعاع زياده، كل ده ممكن يؤذي الخليه. ممكن الخليه تعرضت لانفكشس ايجنت سواء كان فايرال او فانجل او بكتيريال.
بكتيريا او فطريات او فيروسات، ممكن يكون immune reaction خلاص، ممكن تكون مرض مناعي، ممكن يكون genetic mutation طفرات حصلت في الجين اللي موجود في الخلية، ممكن تكون nutritional disorder يعني مثلا عنده مثلا vitamin deficiency، الفيتامينز القليلة شوية، معادن قليلة، كل الحاجات دي كلها causes of cell injury. الخلية بتريسبوند ازاي؟ يا اما بتأدابت adaptation، يا اما reversible يا اما irreversible. حلو كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الميكانيزم بتاع السيل انجري، ازاي الانجوريوس ستيمولاي اللي انا قلت عليها دي كلها دلوقتي بتعور الخلية، ازاي بتأذي الخلية. ركزوا بقى معي، الانجوريوس ستيمولاي دي بتأذي الخلية عن طريق ثلاث حاجات، ثلاثة ميكانيزم. اوعى تنسى زي ما قلتلكوا في الفيديو بتاع هاو تو ستادي، العناوين يا ولاد، العناوين اهم من الحشو اللي تحتها، لازم تهايلايت العناوين، لازم تهايلايت التايتلز والسبتايتلز، يو ماست هايلايت تايتلز اند سبتايتلز، لازم، اهم من الحشو اللي تحت كل عنوان العنوان نفسه. يبقى لما اجي اقول لك ديسكاس الميكانيزم اوف سيل انجري، لازم تعرف ان السيل انجري 3 بوينتس، ايه هو، ازاي الانجوريوس ستيمولس ده بيأذي الخليه. اول حاجه ان هو ينترفير مع الايروبيك ميتابوليزم او الايه اللي هو او الايروبيك ريسبيريشن. تاني حاجه تعرف ان هي accumulation of oxygen free radicals، تمام، هنعرف يعني ايه الكلام الغريب ده دلوقتي. تالت حاجه ان يحصل disruption of the membranes، يبقى دي العناوين الاساسيه بتاعتنا. تعالوا بقى ما نشوف ايه الكلام الغريب اللي بيتقال ده. اول حاجه عندنا ان الانجوريوس ستيمولس بينترفير مع الايروبيك ريسبيريشن او الايروبيك ميتابوليزم. طبعا احنا عارفين، مش عايزين بقى ندخل في تفاصيل بايوكيمستري خالص، ولا يعني ايه ايروبيك ريسبيريشن، ولا ايه اللي بيحصل في الميتوكوندريا، الكلام ده خلاص انتوا خدتوه اترمى. احنا دلوقتي عايزين مجرد تعرفوا الكلام ببساطه، يعني ايه اوكسيديتيف فوسفوريليشن. ببساطه كده الاوكسيديتيف فوسفوريليشن دي العمليه اللي الميتوكوندريا بتاخد فيها النيوترينتس وبتحولها لاي تي بي. الاي تي بي ده، الاي تي بي اللي هو مصدر الطاقه بتاع الخليه، دي معنى كلمه اوكسيديتيف فوسفوريليشن، ان الميتوكوندريا بتستخدم النيوترينتس عشان تطلع اي تي بي. ازاي وليه مش عايزين نعرفه، مش قصتنا خالص. ممكن بقى الانجوريوس ستيمولس اللي هو سواء كان هايبوكسيا او فيزيكال او كيميكال او نيوتريشنال او اميونو، الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه دي كلها ممكن تقوم مأثرة على عمليه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. ازاي تيجي الانجوريوس ستيمولس ده يؤذي الميتوكوندريا، يضرب الميتوكوندريا فيأثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، فلما يأثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن ايه اللي هيقل؟ الاي تي بي برودكشن هيقل. طب ايه بقى اللي هيحصل لما الاي تي بي برودكشن يقل؟ بيحصل بلاوي. فاكرين كنت واخدين في البايوكيمستري ان في كده بامب موجوده على الممبرين، على السيل ممبرين، اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي كانت مسؤوله انها تخلي الصوديوم والميه بره والبوتاسيوم جوه الخليه، ودي كانوا بيسموها اي تي بي ديبندنت، يعني هي كانت بتعتمد على الاي تي بي عشان تقوم بالفانكشن دي. طب انا دلوقتي الانجري جت اثرت على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن واثرت على الاي تي بي برودكشن، فتيجي البامب دهيت اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب مش عارفه تشتغل، باظت لان مفيش الاي تي بي اللي بيشغلها. فنتيجه لكده يحصل ايه؟ ان الصوديوم يدخل والميه تدخل براحتها جوه الخليه، لان مفيش بقى ظابط ولا رابط، خلاص البواب اللي كان قاعد هنا عيان مش قادر يقوم بوظيفته، كان في بواب هنا مش قادر يقوم بوظيفته خالص لان هو محتاج الاي تي بي عشان يقوم بالوظيفه دهيت. خلاص الاي تي بي مش موجود لان الانجري ضرب الميتوكوندريا فاثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، فبالتالي البامب مش هتشتغل، فالصوديوم والميه هيدخلوا بقى ايه براحتهم، تمام. طيب ايه تاني الاي تي بي ممكن ياثر عليه؟ الاي تي بي ممكن ياثر على السينثيسيس بتاع البروتين. البروتين سينثيسيس محتاج اي تي بي، وانس ما فيش اي تي بي يبقى البروتين سينثيسيس هيبقى افكتد. طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ في انزيمز معينه في الخليه، الانزيمز دهيت بتريجوليت نسبه الكالسيوم، بتنظم نسبه الكالسيوم اللي موجوده جوه الخليه. طيب لما الانزيمز دهيت
بتبقى محتاجه اي تي بي، بيسموها اي تي بي ديبندنت انزيم، هي معتمده على الاي تي بي عشان تظبط نسبه الكالسيوم ده. فالاي تي بي مش موجود، فبالتالي الكالسيوم نسبته هتزيد جوه الخليه وبرده مش هتبقى نسبته محكومه خالص. يبقى ايه اللي حصل لما انت اثرت، لما الانجوري ستيمولس ده اثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي بيحصل جوه الميتوكوندريا، حصل ان الاي تي بي برودكشن قل. طب الاي تي بي برودكشن ده عمل لنا ايه لما قل؟ اثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب، اللي هي اصلا مفروض دي بامب بتستخدم الاي تي بي. ليه بتستخدمه في ايه؟ انها تخلي الصوديوم والميه بره والبوتاسيوم جوه. طب خلاص البامب دي باظت، البواب اللي هنا تعبان عشان مفيش الاي تي بي اللي بيشغله، فالميه والصوديوم هيدخلوا براحتهم جوه الخليه، والخليه تورم وتبقى قد البالونه من كتر الميه اللي عماله تدخلها. كمان الاي تي بي برودكشن لما بيقل بيأثر على البروتين سينثيسس، كمان بيأثر على انزيمز، الانزيمز دي بتعتمد على الاي تي بي عشان تنظم نسبه الكالسيوم جوه الخليه، فلما الانزيمز دي مش قادره تشتغل لان مفيش اي تي بي فالكالسيوم هيزيد جوه الخليه. طيب ايه تاني الانجري ممكن يعمله؟ حاجه اسمها accumulation of الراس، الراس دي اختصار reactive oxygen species. يعني ايه الكلام ده؟ في شويه موليكيولز كده اعتقد اخدتوها برضو في البايوكيمستري، زي حاجه اسمها الهيدروكسيل فري راديكال او الهيدروجين بيروكسيد او السوبر اوكسيد، كل دهيت بتبقى موليكيولز. الموليكيولز دي بتبقى كاركترايزد بايه؟ ان عندها الكترون في المدار الاخير خالص، الالكترون ده امبيرد، فعلشان كده بتبقى الموليكيولز دهيت بتبقى هايلي اكتيف، عايزه تتحد مع اي حاجه. طب الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او اسمهم التاني اللي هما الاوكسجين فري راديكلز، دول بيطلعوا امتى؟ دول طبيعي بيطلعوا بنسبه قليله اثناء عمليه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، دول نورمالي بيبقوا بروديوسد بنسبه قليله، ولو زادوا شويه بيجي حاجات بتديهم على دماغهم بتقللهم وترجعهم للنورمال ليفل بتاعهم. ايه الحاجات دي؟ حاجات اسمها انتي اوكسيدنت زي الفيتامين اي مثلا، او انزيمز بتكسرهم زي سوبر اوكسايد ديزميوتيز. تخيل ان احنا مع الميكانيزم ده باظ، الحاجات اللي بتكنترول الرياكتيف اوكسجين سبيشيز دي بايظه، السيل انجري الانجوريوس ستيمولس اثر عليها، ولا الانتي اوكسيدنت شغال ولا الانزيمز شغاله، فالرياكتيف اوكسجين سبيشيز دهيت او الاوكسجين فري راديكال اللي هي هايلي اكتيف موليكيولز هتبقى زياده، لان مفيش حائل الميكانيزم اللي بيقللها خلاص باظ، الانجري بوظه. طب لما تبقى زياده هتعمل ايه؟ هي عايزه تتحد بقى مع اي حاجه، تتحد مع السيل ممبرين، واحنا عارفين ان السيل ممبرين مليان فوسفوليبيدز، فتتحد تعمل اوكسيديشن للليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين. الاوكسيديشن بتاع الليبيد اللي موجود في السيل ممبرين بنسميه بيروكسيديشن، فبيعمل ليبيد بيروكسيديشن، فدلوقتي بيأثر على الانتجريتي، بيأثر على سلامه السيل ممبرين ده، لما بيتحد مع الليبيد اللي موجود في السيل ممبرين بيأثر على سلامته. طيب بيأفكت ايه تاني؟ بيأفكت البروتينز وبيأفكت الـ DNA وبيأثر على كل محتويات الخلية. البروسس اللي فيها الأكسجين فري راديكلز بتأثر على محتويات الخلية دي بيسموها الأكسديتف ستريس. يبقى لما اجي اقولك define أكسديتف ستريس، يعني ايه أكسديتف ستريس؟ هتقولي كده ان نورمالي طبيعي during الأكسديتف فوسفوريليشن اللي بيحصل ان فيه reactive oxygen species او اسمهم التاني oxygen free radicals بيبقوا produced in low amount. الحاجات ده هيت زي ايه؟ زي قلنا الهيدروجين بيروكسايد او زي السوبر اوكسايد او الهيدروكسيل free radicals، ليهم اسماء كتير. الحاجات دي بتبقى highly active molecules، خلاص مواد نشطة جدا. ليه؟ عشان فيهم الكترون قاعد لوحده كده في المدار الخارجي، امبيرد الكترون. الطبيعي ان النورمال ميكانيزم في جسمنا يشتغل علشان خاطر يقللهم. مين هما النورمال ميكانيزم؟ انتي اوكسيدنت مثلا زي الفيتامين اي، او انزيمز زي سوبر اوكسايد ديزميوتيز يقوم مكسر الزياده منهم. طب افرض الميكانيزم ده اتاثر نتيجه للانجري اللي وقع على الخليه، ايه اللي هيحصل؟ الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او الاوكسجين فري راديكلز دي هتبقى زياده جدا، تعمل اوكسيديشن للسيل ممبرين اسمها ليبيد بيروكسيديشن، او تاثر على الدي ان اي والبروتينز اللي جوه الخلية، حاجة اسمها اوكسيديتيف ستريس. هتلاقي في كده جملة عندك في الكتاب ما يعني هي ملهاش لازمة قوي بصراحة، هتلاقيها مكتوبة تحت اللي هي الاكيوميليشن اوف رياكتيف اوكسجين سبيشيز دهيت، هتلاقي اخر جملة مكتوبة الفري راديكلز بلاي ا ميجور رول ان ريبرفيوجن انجري،
following restoration of blood flow in ischemic tissue, cellular aging, chemical injury, ما اعرفش ايه الحاجات دي. يعني عايز تشطب الجمله دي اشطبها، عايز تفهمها فهمها لك. في دلوقتي حاجه اسمها ايه، ريبرفيوجن انجري. عارفين الناس اللي بيجيلهم جلطه في القلب؟ يقول لك الواحد جاله جلطه في القلب. يعني ايه جلطه في القلب؟ يعني انت قفلت شريان، قفلت واحد من الكرونرز من الشرايين التاجيه اللي بتسبلاي وول معين من القلب، فالول دي ماتت خلاص لان انت قفلت البلاد سبلاي اللي رايح لها. طيب ساعات العيان ده بيتلحق، بيدوله ادويه تدوب الجلطه دهيت. فلما بيدوله ادويه تدوب الجلطه بيكون الدم اللي متحوش ورا الجلطه ده مليان اكسجين فري راديكلز ومليان انفلاماتوري سيلز. فالحاجات دي لما تدوب الجلطه والدم ده يرجع تاني يسبلاي الول تاني، بيبقى راجع باذيه اكتر من الجلطه نفسها، لان هو شايل اكسجين فري راديكلز كتير وانفلاماتوري خلايا التهابات كتير قوي، فده بيأثر على الول بتاع الهارت اكتر من الجلطه نفسها. بيسموها ري بيرفيوجن انجري. يعني ايه ري بيرفيوجن؟ بيرفيوجن يعني سريان الدم، ري بيرفيوجن يعني اعاده سريان الدم. يعني دلوقتي لما كان الدم محبوس مش قادر يوصل للول دهيت خلاص، وانا شلت اللي كان حبسه، شلت الجلطه دي والدم رجع تاني يروح يسبلاي الول، فاسمه ري بيرفيوجن. بس الري بيرفيوجن ده عمل انجري، لان الدم اللي كان متحوش ده كان شايل بلاوي منهم الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او الاكسجين فري راديكلز، فاثرت على الول. كمان الاكسجين فري راديكلز ده مسؤول عن عمليات الايدجنج، لما الخليه بتكبر وبتموت ده بسبب برضو الاكسجين فري راديكلز. تمام، برضو التعرض لكيميكال انجري زي التوكسينز او زي ادويه بدوز عاليه او التعرض لراديشن، الكلام ده ممكن يموت الخليه عن طريق زياده الاكسجين فري راديكلز. ده المقصود من السطرين دول. تمام، عشان لو عايز تفهمهم فهم، مش عايز تفهمهم مش مهم، اهم حاجه ان انت تبقى فاهم الاوكسيديتيف ستريس ده اللي احنا فاهمين. يبقى احنا كنا بنتكلم عن ايه عشان ما نتوهش؟ كنا بنتكلم عن الميكانيزم اللي ازاي الانجوريوس ستيمولس سواء كان هايبوكسيا كيميكال فيزيكال اميونو او ميوتيشن او نيوتريشنال ديس اوردر، الحاجات دي كلها ازاي اثرت على الخليه. اول حاجه ان هي اثرت على الايروبيك ريسبيريشن والاوكسيديتيف فوسفوريليشن. تاني حاجه انها اثرت على ان هي اثرت على الميكانيزم اللي بيظبط لنا نسبة الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، فبالتالي الاكسجين فري راديكلز زادت قوي وعملت اذت الخليه بكذا طريقه اللي احنا سميناها الاوكسيديتيف ستريس. تالت طريقه بقى قلنا ان هي دي تجميع على اللي فات، ان حصل ديسربشن اوف الممبرينز، ان الانجوريوس ستيمولس ده اثر على الممبرينز بتاعه الخليه. هو حضرتك عندك كام ممبرين في الخليه؟ عندك اول حاجه الممبرينز اللي موجوده في الخليه، اول حاجه عندنا البلازما ممبرين او السيل ممبرين اللي هو موجود بره خالص. تمام، عندنا النيوكليار ممبرين خلاص، وعندنا مين تاني اورجانيل كده صغير اسمه اللايزوزوم، ده برضو حواليه ممبرين. فانت عندك السيل ممبرين اللي بره، وعندك نيوكليار ممبرين، وعندك لايزوزومال ممبرين. اللايزوزوم ده هو اللايزوزوم ده اورجانيل موجود في السيتوبلازم، مليان دايجستيف انزيمز، مليان انزيمز هاضمه، ممكن ربنا حامي الدنيا كلها اللي بره دي منها عن طريق ان هو حابسهم جوه اللايزوزوم بممبرين. يعني اول ما الممبرين ده يحصل له اي حاجه، فرقع اي حاجه، كل الدايجستيف انزيمز اللي جوه دي تخرج بره وتاكل كل محتويات الخليه. طيب تعالوا بقى اول حاجه، فاكرين في الاول خالص قلنا ان في هنا بره على السيل ممبرين كان حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، واتفقنا قلنا ان الانجوريوس ستيمولس بيأثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب ازاي، ان هو بيأفكت الاوكسيديتيف فوسفوريليشن فبيقلل الاي تي بي، فالصوديوم بوتاسيوم بامب مش قادره تشتغل. دي اول حاجه، ده اول تاثير على الممبرين بتاع الخليه، ان انا اثرت على الصوديوم بوتاسيوم بامب فالصوديوم والميه بقوا يدخلوا جوه الخليه زي ما انا قلت من شويه، من غير ظابط ولا رابط. طيب وقلنا كمان من شوية ان لما قللنا الاي تي بي اثر على شوية انزيمز بتعتمد على الاي تي بي انها تريديوليت نسبة الكالسيوم، فالكلام ده زود نسبة كالسيوم جوه الخلية. الكالسيوم جوه الخلية لما زاد بيعمل ايه؟ بيأكتيفيت انزيم اسمه الفوسفوليبيز. الفوسفوليبيز انزيم ده برضو بيكسر الممبرينز بتاعت الخلية خلاص، لايبيز يعني بيكسر الليبيد،
فده بيأثر على الليبيدز اللي موجودة في السلمبرين بيكسرها. طيب فاكرين الرياكتيف اكسون سبيشيز او الفري راديكال كانت عملت ايه؟ عملت اوكسيديشن للليبيد اللي موجود في السلمبرين وقلنا اسمه ليبيد بيروكسيديشن، تمام. طيب كمان ان ممكن الانجري ده يأثر على الليزوزوما الانزيم، فلو أثر على الليزوما الانزيم يقوم مخرج كل الدايجستيف سوري على الليزوما الممبرين، فبالتالي يخرج كل الدايجستيف انزيمز بره الليزوما الممبرين، دي كلها تاكل بقى كل محتويات الخليه زي الدي ان ايز اللي بياكل محتويات النيوكليوس، البروتيز اللي ممكن يكسر اي بروتين وده يموت الخليه. يبقى الديسربشن اوف الممبرين ده ملخص اللي احنا قلناه قبل كده. ممكن ان انت تاثر على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن فتقلل الاي تي بي، الاي تي بي ده ياثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب، فبالتالي هتدخل صوديوم وميه كتير جوه الخليه. طب اثرت على نسبه على الانزيمز اللي بتريجوليت الكالسيوم، فالكالسيوم زاد جوه الخليه، عمل لنا اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفولايبيز، فقام مكسر الليبيدز الموجوده في السلمبرين. طيب طلع لنا فري راديكلز كتير، عملت اوكسيديشن للليبيدز اللي موجوده في السلمبرين، حاجه اسمها ليبيد بيروكسيديشن. اثر على على الليزوزومال ميمبرين، فبالتالي ليزوزومال ميمبرين فبالتالي طلع كل الليزومال انزيمز اللي جوه كانوا نايمين صحاهم وخرجهم بره الليزوزوم، فقاموا اكلوا كل محتويات الخليه، تمام. يبقى احنا لغايه دلوقتي اخدنا ايه؟ اخدنا ازاي السيل بتريسبوند للانجري سواء بالادابتيشن او ريفيرسيبل او الريفيرسيبل، وقلنا ايه هما انواع الانجوريس ستيمولاي بتعرض ليهم الخليه، قلنا هايبوكسيا، كيميكال، فيزيكال، نيوتريشنال او جينيتك او ميوتيشن او اميون او جينيتك ميوتيشن او اميونولوجيك ديزيز. وبعد كده اتكلمنا عن الميكانيزم اللي الانجوريس ستيمولس ده بيأثر بيه على الخليه. قلنا اول حاجه ان هو يأفكت الاوكسيديتيف فوسفوريليشن والاي تي بي برودكشن، او ان هو يشتغل عن طريق زيادة نسبة الأكسجين فري راديكلز ويعمل لنا اللي احنا قلنا اسمه أوكسيديتيف ستريس، أو تالت حاجة ان هو يعمل ديسربشن اوف الممبرينز اللي هو النيوكليار والسيل ممبرين واللايزوزومال ممبرين، تمام كده. طيب ده الجزء الغلس من المحاضرة بتاعت النهاردة. هنبدأ ندخل بقى في الجزء الحلو اللي هو أسهل حاجة في الشابتر بتاع النهاردة. هناخد انواع الانجري اللي بتتعرض لها الخليه. الادابتيشن ده احنا قلنا يا ادابتيشن يا ريفيرسيبل يا ريفيرسيبل. الادابتيشن ده مكانه شابتر النيوبليزيا، هناخده بالتفصيل في الشابتر الخامس مش دلوقتي. دلوقتي نبدا ناخد الريفيرسيبل انجري اللي هي لو الخليه ضايقناها شويه بس الخليه كانت حالتها كويسه وكان الانجوري ستيمولس خفيف شويه فالخليه قدرت ترجع تاني لطبيعتها بعد كده. ايه بقى الريفيرسيبل انجري اللي بيحصل في الخليه؟ هما تلات انواع من الريفيرسيبل انجري، تلات انواع الخليه بتعبر بيهم عن غضبها بس بعدها بترجع تاني خلاص. زي واحده جوزها مزعلها زعل بسيط راحت بيت باباها ورجعت تاني بيتها بعد كده، ماشي، ده زعل بسيط. ايه بقى الحاجات دي؟ هي اول حاجه ممكن حاجه اسمها كلاودي سويلنج. كلاودي سويلنج يعني ايه كلاودي سويلنج؟ كلاودي عارفين لما بتبقى عندك ازازه حاجه ساقعه في الثلاجه ومشبره، تبقى ساقعه قوي ومشبره، ده معنى كلمه كلاودي سويلنج، ان الخليه بتبقى مشبره خلاص زي كده عليها بخار ميه مجمعه شويه ميه صغيرين، دي معنى كلمه كلاودي سويلنج. تاني نوع من انواع الريفيرسيبل انجري حاجه اسمها الهايدروبيك ديجنريشن، واسمها التاني البالونينج، او اسمها التالت الفاكولر تشينج. وكلمة بالونينج يعني الخلية ورمت بقت قد البالونة، يعني مجمعة مية برضو بس كتير قوي. يبقى الكلاودي سويلنج او الهايدروبيك ديجنريشن الاتنين الخلية مجمعة فيهم مية، بس الكلاودي سويلنج مجرد الخلية مشبرة فيها شوية مية صغيرين، اما الهايدروبيك ديجنريشن ده الخلية مجمعة مية كتير جدا فبقت عاملة زي البالونة. تالت نوع من انواع الريفيرسيبل انجري ان الخلية تجمع فات جواها، وتجميع الفات ده هناخده في الشابتر الجاي مش دلوقتي. طيب اول حاجه تعالوا نقول الكلاودي سويلنج. الكلاودي سويلنج يعني الخليه مجمعه شويه ميه صغيرين. تفتكروا كده من اللي انا شرحته قبل كده، الخليه دلوقتي هتجمع ميه ليه؟ زي ما اتفقنا ان الانجوريس ستيمولس الحاجه اللي جت عورت الخليه عورت مين؟ صوديوم بوتاسيوم بامب. فلما عورت الصوديوم بوتاسيوم بامب ايه اللي حصل؟ تعمل ايه صوديوم بوتاسيوم بامب دي؟ مش دي اللي محوشه، مش دي اللي منع الصوديوم والميه اللي بره ان هم يدخلوا جوه الخليه؟
طيب بوظتها انا، بوظت الصوديوم بوتاسيوم بامب دهيت، فايه النتيجه؟ ان هيحصل ان الصوديوم والميه اللي موجودين بره الخليه هيدخلوا براحتهم، فبالتالي الخليه هتجمع ميه كتير. يبقى لما اقول لك ايه سبب الكلاودي سويلنج، ايه سبب ان الخليه مجمعه ميه؟ بسببها ان الانجوريس ستيمولس اثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب، فلما اثر على الصوديوم بوتاسيوم بامب حصل ايه؟ ان الميه والصوديوم اللي بره الخليه بدا يدخل جواها من غير حساب، البواب اللي كان قاعد له على السيل ممبرين خلاص ما عادش قادر يشتغل، فالميه دخلت جوه الخليه فخلت الخليه تورم شويه صغيرين، تحس انها كانها كده زي بقول لك مشبره زي ازازه البيبسي اللي انت شايلها في الثلاجه بقالها شويه يعني كتير، فمجرد ان هي مجمعه شويه ميه صغيرين. طب الخليه تفتكروا بالمورفولوجي كده تحت الميكروسكوب الخليه هتكون ايه؟ هيبقى فيها سويلنج، الخليه هتبقى ورمه. طب والسيتوبلازم هيبقى جرانيولر، يعني ايه جرانيولر؟ يعني محبب. محبب ليه؟ عشان فيه الفاكيولز بتاعت الميه، فيه فقاعات الميه، فالخليه هتبقى سولن والسيتوبلازم هيبقى جرانيولر، فيه فقاعات الميه اللي هي ايه متحوشه جوه الخليه. طب الكلاودي سويلنج دي مين اكتر اورجانز ممكن يحصل فيها كلاودي سويلنج؟ الليفر والهارت والكدني. طب تعالوا بقى الانجوريس ستيمولس كان زياده شويه، فالصوديوم بوتاسيوم بامب اتاثرت اكتر، فالخليه بدات تجمع ميه اكتر، خلاص الخليه بقت منفوخه بالميه، بقت عامله زي البالونه، عشان كده بيسموه بالونينج او هيدروبيك ديجنريشن او الاسم التالت فاكيولار تشينج. وخلي بالك لما يبقى عندك اسم، لما عندك عنوان في الباثولوجي ليه كذا اسم لازم تحفظ الكذا اسم، لان انا ممكن في الامتحان اجي اقول لك ديفاين الهيدروبيك ديجنريشن او اقول لك ديفاين البالونينج او ديفاين الفاكيولار تشينج، ممكن تبقى انت عارف ايه هو الهيدروبيك ديجنريشن واجي اقول لك ديفاين البالونينج متبقاش عارف، متبقاش فاهم ايه ده هو مع انك عارف الاسم التاني. فلازم اي عنوان ليه كذا اسم تعرف كل الاسماء بتاعته. ايه هو الهيدروبيك ديجنريشن او البالونينج او الفاكيولار تشينج؟ الخليه برضو بتجمع ميه بس اكتر بكتير من موضوع الكلاودي سويلنج. نفس السبب ان الصوديوم بوتاسيوم بامب بقت بعافيه شويه، فبقى الصوديوم والميه يدخلوا من غير ظابط ولا رابط، فبرضو الخليه بتكون سولن وبيكون برضو جواها ووتر فاكيولز في السيتوبلازم بس اكبر من اللي كانت موجوده في الكلاودي سويلنج. تمام. طيب الفاتي تشينج بقى ده هناخده الشابتر الجاي. يبقى دلوقتي احنا خدنا ايه من الاول تاني؟ عشان بحب اعيد وازيد كتير. خدنا اول حاجه قلنا ان الخليه لما بتتعرض لانجري، لما بتتعرض لحاجه بتضايقها، يا اما بتتاقلم مع ده بتادبت وقلنا ايه وسائل الادابتيشن كلها، يا اما بيكون الانجوريوس ستيمولس اللي هو الانجري اللي واقع على الخليه ده خفيف شويه والخليه حالتها حلوه، فالخليه بتتاثر تاثر بسيط وترجع تاني للنورمال ستيت، بنسميه ريفرسبل انجري. وقلنا ان الريفرسبل انجري ده تلات انواع، يا اما الكلاودي سويلنج الخليه مجمعه ميه بسيط، هيدروبيك ديجنريشن او بالونينج مجمعه ميه كتير وبقت قد البالونه، يا اما الفاتي تشينج ان الخليه مجمعه فات، وده هناخده في الشابتر الجاي. تالت حاجه ان الخليه بتريسبوند بيها للانجري اللي هي الايرريفرسبل انجري. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك، زي ما قلت لكم في الاول، واحد صاحبك ضايقك وضايقك مضايقه جامده جدا، فانت خلاص قطعت علاقتك بيه ومش تقدر ترجع له تاني، ده اللي اسمه الايرريفرسبل سيل انجري، ان الاستيمولس اللي كان واقع على الخليه كان قوي جدا خلاص، والخليه كمان كانت حالتها مش قوي، فبالتالي الخليه هتموت، خلاص الخليه هتموت، اسمه الريفرسبل سيل انجري. طيب تعالوا بقى ناخد ان الخليه بتموت او الريفرسبل انجري ده ليه نوعين. الخليه بتموت عن طريق نوعين، دي اخر حاجه في الشابتر بتاع النهارده. اول نوع الخليه بتموت فيه نوع اسمه النيكروزس، وتاني نوع الخليه بتموت فيه حاجه اسمها الابوبتوزس. يبقى الخليه بتموت او الريفرسبل انجري عن طريق حاجتين، نيكروزس او ابوبتوزس. تعالوا بقى ناخد بالتفصيل ايه هو النيكروزس وهو الابوبتوزس، وخلي بالكم ده سؤال اسئله دي بتيجي كتير جدا في الامتحان. يعني ايه يا اولاد نيكروزس؟ اول حاجه النيكروزس ده طيب من الريفرسبل سيل انجري، خلاص بيحصل فيه ايه؟ death of group of cells within living body، شويه خلايا ماتت في living body. خلاص بيحصل امتى النيكروزس ده؟ بيحصل only pathologic. يعني ايه only pathologic؟ only pathologic يعني الخليه اتعرضت لاذى نتيجه لديزيز، الخليه كانت عيانه مش نورمال، يعني في
لما ناخد الابوبتوزس كمان شويه تعرفوا ان في خلايا بتموت نورمال، بتموت كده وهي سليمه، لكن النكروزس استحاله يحصل في خليه سليمه. النكروزس لازم يحصل في حاجه باثولوجيك. يعني ايه باثولوجيك؟ يعني الخليه تبقى عيانه. يبقى النكروزس ده type of irreversible cell injury، بيحصل death of group من السيلز وبيكون only pathologic. يعني مفيش خلية نورمال كده بتموت بالنكروزس، لازم الخلية تبقى عيانة عشان تموت عن طريق النكروزس. يبقى الخلية بتموت عن طريق حاجة من الاتنين، يا نكروزس يا apoptosis. النكروزس ده الخلية بتموت فيه لما تكون عيانة بس، لكن الابوبتوزس الخلية ممكن الخلية تموت وهي عيانة او وهي سليمة، وهناخده بالتفصيل كمان شوية. تعالوا نعرف بقى ايه اللي بيحصل بالتفصيل في النيكروزس. النيكروزس بيحصل loss of membrane integrity زي ما قلنا من شوية. اول membrane يحصل فيه loss of integrity يا اولاد الليزوزومال ميمبرين. طب لما الليزوزومال ميمبرين يحصل فيه loss of integrity ايه اللي بيحصل؟ الانزيمز اللي موجودة جوه الليزوزوم هتدخل بره، تطلع بره وتاكل كل محتويات السيتوبلازم. ان انا زي ما قلت لكم من شوية ان الانزيمز ده هي الدايجستيف يعني هاضمة، تطلع بره الليزوزوم وتاكل كل محتويات السيتوبلازم. دي اول حاجة، تمام؟ طيب تاني حاجة بقى اللي بيحصل، تاني حاجة الخلية دي، الخلية ده هي بيحصل ان الممبرين بتاعها، ان السيل ممبرين نفسه الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي فيه بايظه، فالخليه بتكون مجمعه ميه سولن سيل، تمام؟ طيب بعد كده المحتويات اللي خرجت من الليزوزوم واللي كسرت كل محتويات السيتوبلازم تبدا بقى تكسر الممبرين نفسه، السيل ممبرين نفسه، فيحصل رابتشر للسيل ممبرين، وكل البلاوي اللي كانت جوه دهيت، كل الحاجات اللي اكلها الليزوزومال انزيمز تبدا تخرج بره في التيشو اللي حوالين الخليه، فبالتالي التيشو اللي حوالين الخليه يحصل فيه التهاب، يحصل فيه التهابات، يحصل انفلاميشن للسراوندينج تيشو. يبقى ايه اللي بيحصل يا اولاد في النكروزس؟ اول حاجه يحصل لوس اوف الليزوزومال ميمبرين انتجريتي، الليزوزومال ميمبرين هيبوظ. الليزوم ده جواه ايه؟ جواه دايجستيف انزيمز، تخرج الدايجستيف انزيمز وتاكل كل محتويات السيتوبلازم، فالخليه تورم تبقى كبيره سولن كمان، الى جانب انها عماله تسحب. طب الخليه دلوقتي، بصوا الخليه دلوقتي الانزيمز دهيت كلت كل محتويات السيتوبلازم، فطبعا زودت الاوزمولاريتي جوه، فعماله تسحب ميه، والصوديوم بوتاسيوم بامب كمان بايظه، فمساعده ان الميه عماله تدخل جوه، فالنيكروتيك سيل بتبقى سولن، بتبقى ورمه. بعد كده كل محتويات اللي جوه اللي هي الدايجستيف انزيمز عماله تاكلها تبدا تعمل رابتشر، تفرقع الممبرين ده، الممبرين اللي هو بتاع الخليه السيل ممبرين، وتخرج بره في التيشو اللي حوالين الخليه، فلما تخرج بره في التيشو اللي حوالين الخليه تعمل فيه انفلاميشن، تعمل فيه التهاب، تمام؟ بعد كده بقى بعد ما البروسيس الخليه خلاص ماتت وفرقعت والكلام ده كله، تبدا تيجي الخليه اللي اسمها الماكروفيج. الماكروفيج دي اللي هي تعتبر المكنسه بتاعه الجسم، تيجي بقى الماكروفيج تكنس البلاوي دي كلها وتنظف الحته، ويبدا بقى يحصل بعد كده هيلينج، انها تظبط المكان بقى وتحط فيه حاجه اسمها فايبروس سيلز. يعني ايه فايبروس سيلز؟ فايبروزس، يعني اللي هي ما يسمى بالتليف، خلايا كده بتملى المكان مطرح الانفلاميشن والالتهاب العنيف اللي حصل فيه دهوت، هي خلاص تكنس المكان ده كله وتفرشه بخلايا اسمها الفايبروبلاست اللي بتعمل تليف علشان تملى المكان اللي مات دهوت وحصل فيه التهاب او حصل فيه نيكروزس. يبقى تاني ايه اللي بيحصل في النيكروزس يا ولاد؟ النيكروزس اهم حاجة تعرفوا فيه ان هو only pathologic، لازم الخلية تبقى عيانة عشان تموت بالنيكروزس. تاني حاجة ان بيحصل فيه disruption of the lysosomal membrane، فتطلع كل الدايجستيف انزيمز تاكل كل محتويات السيتوبلازم، طبعا زود الاوزمولاريتي، فعمال يسحب ميه من بره، فالخليه تبقى swollen. لازم تبقى عارف كويس قوي ان النيكروتيك سيل از swollen، ورمه، مش شرانكن، مش شرانكن يعني مفعصه كده، لكن هي لا، هي مش مفعصه، هي مش شرانكن، هي swollen. بعد كده يحصل disruption للسيل ممبرين نفسه، وكل المحتويات اللي جوه دي تطلع بره على التيشو اللي بره، تعمل فيه marked inflammation في السراوندينج تيشو،
وبعد كده الموضوع ده كله الليلة دي كلها تتلم ازاي، تيجي الماكروفيج وتاكل كل المكان ده بقى خلاص، تنظف المكان ده كله كأنها مكنسة وتفرشه بالفايبروبلاست. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه هي انواع النيكروزس. في عندنا 5 انواع للنيكروزس. تمام. قبل ما ناخد انواع النيكروزس عايزين نعرف شكل الخلية، زي ما احنا عارفين ان او قلتلكم ان المورفولوجي ده اهم حاجة في الباثولوجي. طب شكل الخلية اللي حصل فيها نيكروزس، شكل الخلية اللي ماتت عن طريق النيكروزس شكلها بيبقى عامل ازاي؟ very important سؤال ده يا ولاد. المورفولوجي بتاع النيكروتيك سيل، النيكروتيك سيل دي لازم تعلق فيها على حاجتين، نيوكليير تشينج، تشينجز بتحصل في النيوكلياي، وسيتوبلازميك تشينجز، تشينجز بتحصل في السيتوبلازم. فانا اول حاجه نحصل نتكلم عن النيوكليير تشينج. النيوكليير تشينجز عندنا هنا ادي الخليه اللي حصل فيها نيكروزس، النيوكلياي بتاعتها بتمر بثلاث مراحل. اول حاجه ان النيوكليوس بتبدا تشرينك شوية، يعني ايه شرينك؟ يعني تصغر في الحجم شوية، وبدل ما كانت مالية مركزها كده في نص الخلية تبدأ تبقى نقطة زرقاء كده في جنب الخلية، خلاص اسمه بيكنوزس. الموضوع ده اسمه بيكنوزس. يعني ايه بيكنوزس؟ يعني النيوكليوس تشرينك كده وتبقى ايه، كأنها نقطة كده في جنب الخلية، ده اسمه بيكنوزس. بعد ما بيحصل البيكنوزس ده ايه اللي بيحصل بقى؟ النيوكليير ميمبرين بيرابتشر، والنيوكليس دي بيحصل فيها فراجمنتيشن، تبقى حتت. فراجمنتيشن بتاع النيوكليس اسمه كاريوريكسز، كلمة كاريو يعني نيوكليس وريكسز يعني تكسير. يبقى بعد البيكنوزس يحصل فيها حاجة اسمها كاريوريكسز، ان هي تتكسر خلاص ماشي، النيوكليس اتكسر اسمها كاريوريكسز. بعد كده بقى يجي الانزيم اللي هو الدي ان ايز والار ان ايز ياكل النيوكليوي المتكسرة دهيت ويحللها، يبقى نوصل للمرحله الثالثه اللي اسمها الكاريوليسيس، كاريو يعني نيوكليس وليسيس يعني تحلل. يبقى النيكروزس النيوكلياي او النيوكليس بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله اللي يحصل بيكنوزس تبقى نقطه زرقاء صغيره كده في جنب الخليه، بعد كده تبدا النيوكليير ميمبرين ده يتكسر والنيوكلياي تتكسر تبقى فراجمنتد، والفراجمنتد نيوكلياي اسمها كاريوريكسيس، وبعد كده يطلع الدي ان ايز والار ان ايز وتاكل الفراجمنتد نيوكلياي دهيت، فده بنسميه كاريوليسيس اللي هو تحلل النيوكليس. المراحل بالترتيب اللي انا قلته ده، يبقى انت هتغير الترتيب اللي عندك في الكتاب لان الترتيب اللي عندك في الكتاب غلط. بنبدا اول حاجه بمرحله البيكنوزس، وبعد كده الكاريوريكسيس، وبعد كده الكاريوليسيس. هي دي ترتيب المراحل، ترتيب المراحل اللي في الكتاب غلط، اللي انا بقوله ده هو اللي صح. تمام. طيب ده التشينجز اللي بتحصل في النيوكليوس بتاع النيكروتيك سيل. طيب ايه بقى التشينج اللي بيحصل في السيتوبلازم؟ السيتوبلازم يا ولاد بيبقى لونه بينك، هوموجينس بينك، لونه بينك، او اسم التاني للبينك بالباثولوجي. اتفقنا ان الباثولوجي ده لغه. لما اقول لك ان السيتوبلازم از ايزينوفيليك تعرف ان لونه احمر، يعني كلمه بينك عندنا ايكوال لكلمه ايزينوفيليك، وكلمه ازرق او كلمه بلو ايكوال لكلمه بيزوفيليك. يبقى السيتوبلازم بيكون بينك ايزينوفيليك. ليه بينك ايزينوفيليك؟ لسببين. اول سبب ان احنا لما جينا لما لو رجعت شويه لما لورا، لما قلنا ان اللايزوزوم الانزيمز بتطلع وبتحلل كل محتويات الخليه، كان من ضمن اللايزوزوم الانزيمز دهيت اللي بتكسر الار ان اي. تمام. وكمان الار ان ايه كمان لما الخليه بتفرقع الار ان ايه بيخرج براها، والار ان ايه والدي ان ايه دول لونهم ازرق. فلما الار ان ايه الازرق يخرج بره السيتوبلازم، فالسيتوبلازم هيبقى لونه بينك، لان انا تخلصت من السبب اللون المزرق شويه في السيتوبلازم. دي اول حاجه. تاني حاجه، مع النيكروزس بيحصل حاجه اسمها ديناتوريشن اوف بروتينز، وده هتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. ديناتوريشن اوف بروتينز يعني بروتينز تبقى متجلطه، فالبروتينز لما بتتجلط جوه الخليه بتديها اللون البينك. يبقى ليه السيتوبلازم بتاع النيكروزس نيكروتيك سيل بيبقى لونه بينك؟ لسببين. اول حاجه علشان هي بتتخلص من الريبوزومز، الريبوزوم بتتكسر وبتطلع بره الخليه، والريبوزوم دي لونها ازرق. تمام. وكمان عشان خاطر الار ان اي اللي موجود كمان
والدي ان ايه بيتكسروا، فانا بتخلص من اللون الازرق اللي في الخليه. تاني حاجه لسبب الدي ناتشوريشن اوف البروتينز، تجلط البروتينز، تجلط بتاع البروتينز بيبقى لونه ازاي لما بيتصبغ بيدي لون بينك او اللون اللي هو الايزنوفيليك، ده سبب ان السيتوبلازم ايزنوفيليك. يبقى سؤال مهم بيجي في الامتحان، ديسكرايب المورفولوجي اوف النيكروتيك سيل، هتشرح على مستوى النيوكليوس بيكنوزس كاريوركسس كاريوليسس خلاص، وبعد كده النيوكليوس تتحلل خالص، وبعد كده السيتوبلازميك تشينجز بيبقى لونه ايزنوفيليك او بينك لما بنصبغه بالهيماتوكسلين والايوسين. ليه؟ عشان خاطر احنا بنلوس اوف الار ان اي لونه بلو، وكمان بيحصل دي ناتشوريشن اوف بروتينز بتدي لون البينك. حلو. بعد شويه بقى بتلاقي خلاص ان الخليه بتبقى فيد خالص، بتختفي خالص، وبيبقى مكانها خلاص كان الخليه ما عادتش موجوده، وبتكون مكانها حاجه لونها ستراكتشرلس بينك، حاجه خلاص بقى لونها بينك عديمه الملامح في الاخر خالص. بعد النيوكليير تشينجز والسيتوبلازميك تشينجز خلاص الخليه بتلوس السيلولار ديفينيشنز والسيلولار بوردرز بتاعتها، وتبقى حاجه عديمه الملامح ستراكتشرلس، يعني عديمه الملامح لونها بينك. تمام، ده نهاية النيكروزس. طيب الخلية عشان يحصل فيها نيكروزس، عشان تموت بالنيكروزس، بيكون عن طريق حاجتين، يا اما احنا بنعمل denaturation of the proteins اللي موجودة في الخلية، يا اما البروتيوليتك انزيمز بتطلع تكسر الخلية. تعالوا نقول الكلام ده يعني ايه اللي انا بقوله ده هوت، تعالوا نتكلم بالتفصيل عنه. الميكانيزم اوف السيل انجري عن طريق النيكروزس حاجتين، يا اما دي ناتوريشن اوف بروتينز، يا اما البروتينز اللي في الخليه بتتجلط، يا اما تاني حاجه بروتيوليتك انزيمز بتكسر محتويات الخليه. الكلام ده هنعرفه بالتفصيل دلوقتي لما نيجي نتكلم مع بعض عن انواع النيكروزس. تعالوا ناخد نوع نوع من النيكروزس واشرح لكم بالتفصيل ايه هي انواع النيكروزس اللي بيحصل فيها دي ناتوريشن اوف بروتينز، وايه هي انواع النيكروزس اللي بيحصل فيها ديجيشن او بروتيوليسيس لمحتويات الخليه. اول نوع من انواع النيكروزس نوع اسمه الكواجولاتيف نيكروزس، وخلي بالك ده مهم جدا لما يجي يقولك في الامتحان ليست تايب اوف نيكروزس او نيوميريت تايب اوف نيكروزس، لازم تبقى عارف ان هما خمسة. اول حاجة اسمها الكواجولاتيف نيكروزس، ودي اللحظة اللي بيستناها كل طالب داخل ياخد الباثولوجي عشان يعرف ايه هو البيض العيون والبيض الاومليت اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده. بصوا بقى الكواجولاتيف نيكروزس ده بالظبط بالظبط الكواجولاتيف نيكروزس كانك عملت بيض عيون. فاهم يعني ايه بيض عيون؟ طيب لما بتيجي تحط البيضه، لما تيجي تكسر البيضه وتحطها في الطاسه قدامك، بتبقى شايف الصفار كويس قوي، الصفار خلاص وحواليه البياض، الصفار ده اعتبره ان هو النيوكليوس، والبياض اللي حواليه اعتبر ان هو السيتوبلازم. حلو كده. طيب لما تغطي البيضه دي اللي انت لسه فاقشها دلوقتي وشايف الصفار والبياض بتاعها، لما تغطيها وتسيبها تستوي شويه وتيجي تفتح عليها، انت برضو هتبقى شايف شكل البياض وبرضو هتبقى شايف شكل الصفار، بس مش هما اللي كانوا من شويه قبل ما يستووا، انا شايف مكانهم، عارف ان ده شكل البياض وعارف ان ده شكل الصفار، بس مش هو ده اللي انا كنت شايفه قبل ما اسيبها تستوي. ده نفس الكلام اللي بيحصل في الكواجيولاتيف نيكروزس. يعني ايه بقى الكواجيولاتيف نيكروزس ده وايه علاقته بالبيض العيون؟ اول حاجه الكواجيولاتيف نيكروزس ده بيحصل لما يكون الانجري اللي واقع على الخليه هو اسكيميا. يعني ايه؟ يعني قطعت البلاد سبلاي اللي رايح للخليه. اول يا ولد ما بقطع البلاد سبلاي اللي رايح للخليه عن طريق ميكانيزم معقد جدا مش علينا خالص، بتلاقي البروتينز اللي جوه الخليه حصل فيها ديناتوريشن، يعني تجلطت. يبقى اول ما انت بتعرض الخليه الاسكيميا او بتقطع عنها بلاد سبلاي، بيبدا يحصل ايه؟ ان البروتينز تحصل فيها ديناتوريشن خلاص. ومن ضمن البروتينز اللي بيحصل فيهم ديناتوريشن، من ضمن البروتينز اللي بتتجلط، الانزيمز اللي مسؤوله عن الاوتوليسيس. يعني ايه اوتوليسيس؟ اوتوليسيس يعني تحلل الخليه. الانزيمز اللي مسؤوله انها تحلل الخليه نفسها هي كمان بتتجلط، فبالتالي الخليه مش بتتحلل.
يبقى لما بعرض الخلية الاسكيميا خلاص بقطع عنها البلود سبلاي، بيحصل عندي بروتين ديناتوريشن، البروتينز بتتجلط. من ضمن البروتينز اللي بتتجلط دهيت الانزيمز اللي بتعمل دي اوتوليسز، فبالتالي الخلية مش بتتحلل، دي الخلية كلها بتكون عبارة عن كتلة متجلطة، يعني كل حاجة من محتويات الخلية موجودة في مكانها بس ميتة. نفس بالظبط شكل البيضة العيون لما بتستوي، انا شايفة النيوكليوس، شايفة السيتوبلازم بس متجلطين، هما بس كأنهم ايه، كأنه الشبح بتاعهم، بنقول عليهم جوست اوف سيل، كأنه الشبح بتاع الخلية مش الخلية نفسها. يبقى في الكواجراتيف نيكروزس بيحصل بروتين ديناتوريشن وتجلط لكل محتويات الخلية، بتفضل مكانها بس ميتة. فبيقولك كأنك شايف شبح الخلية جوست اوف سيل، وانا بشبهها لك بالظبط بالبيض العيون. خلاص، انت قبل لما بتحط البيضة قبل ما تستوي شايف الصفار والبياض، بعد ما تستوي شايف الصفار والبياض برضو بس كأنهم اشباح، مش هم دول اللي انا كنت لسه حطيتهم قبل ما يستوي دلوقتي. تمام؟ طيب بيحصل فين الكواجراتيف نيكروزس؟ بيحصل بيقولك في الانفاركشن. يعني ايه انفاركشن؟ انفاركشن يعني اي اورجان قطعت عنه البلاد سبلاي او قطعت عنه البلاد سبلاي اللي رايح له، فالاورجان بيموت. فالاورجان بيموت بنسميه، يعني الاورجان لما يموت نتيجه لقطع البلاد سبلاي بنسميها انفاركشن. تمام؟ فهو ممكن يحصل نتيجه الكواجراتيف نيكروزس ده، بيحصل نتيجه لقطع البلاد سبلاي عن اي اورجان في جسمنا ما عدا البرين. البرين لو قطعت عنه البلاد سبلاي يحصل فيه نوع تاني من النيكروزس، هقول عليه كمان شويه. طيب شكل التيشو اللي حصل فيه كواجراتيف نيكروزس بالجروس بيكون شكله مصفر، بيكون لونه يلوش. طب تحت الميكروسكوب بيكون شكله عامل ازاي؟ اهم حاجه في الكواجراتيف نيكروزس very important preserved outlines، ان كل حاجه في مكانها. يعني انا شايف جوست، شايف النيوكليوس، وشايف السيتوبلازم، وشايف البوردرز بتاعت الخليه، بس مش هما اللي انا كنت لسه شايفهم من شويه هما صحيين، انا شايف الشبح بتاعهم. بالظبط زي ما انت حطيت البيضه قبل ما تسويها، حطيت البيضه العيون، شايف الصفار بتاعها في النص وشايف حواليه البياض. طب لما استوت انا شايف الصفار برضو وشايف البياض وشايف حدود الخليه، بس مش هما اللي انا كنت لسه شايفهم وهما لسه ما يستووش، شايف كانه شبح بتاعهم، كانه الجوست بتاع الخليه. بس مهم جدا كلمه preserved outlines. يعني ايه preserved outlines؟ يعني انت شايف كل المحتويات في مكانها، مكان النيوكليوس ومكان السيتوبلازم ومكان السيل بوردر، بس كانه شبح مش كانه هو الاصلي بتاعه. بعدها بشويه الشبح ده كله بيروح، والحاجات دي كلها بعد فتره بيحصلها فيدنج، بتروح خالص وتتحول الحته اللي حصل فيها نيكروزس تبقى structureless pink material. تمام؟ طيب يبقى ده الكواجراتيف نيكروزس. تاني ايه هو الكواجراتيف نيكروزس؟ ده نوع من انواع النيكروزس بيحصل نتيجه لان انا قطعت البلاد سبلاي اللي رايح للخليه. فلما بقطع البلاد سبلاي عن الخليه بيحصل فيه ايه؟ ديناتوريشن اوف بروتينز، البروتينز بتتجلط. ومن ضمن البروتينز اللي بتتجلط دي يا ولاد الانزيمز اصلا اللي بتحلل الخليه. فلما انا ابوظ الانزيمز اللي بتحلل الخليه اعملها ديناتوريشن، فالخليه مش هتتحلل. علشان كده في الكواجراتيف نيكروزس بتفضل الخليه محتفظه بالاوتلاينز بتاعتها. تمام؟ وافتكر جنبها مثال البيض العيون. بيحصل في حالات الانفاركشن، ايه الانفاركشن؟ يعني قطعت بلاد سبلاي عن سيرت الاورجان، فالاورجان ده مات. فلما بيموت بيموت بالكواجراتيف نيكروزس ما عدا البرين. البرين لو قطعت عنه البلاد سبلاي بيحصل عنده نوع تاني من انواع النيكروزس، هقول عليه كمان شويه. طيب تحت بالجروس بيكتشر، ان انا لما بشوف الاورجان ده بعينيا اللي حصل فيه كواجراتيف نيكروزس بيكون لونه مصفر يلوش اريا. طب تحت الميكروسكوب بتشوفه عامل ازاي؟ لازم تشوف preserved outlines، انت شايف كل حاجه في مكانها بس كانها اشباح، كانها جوست. تمام؟ وبعد كده بتتحول لستراكشرلس بينك ماتيريال، والحاجات دي كلها بتروح خالص ولا بقى فيه جوست ولا اي حاجه بعد فتره. خلي بالك لما تيجي توصف الميكروسكوبيك بيكتشر بتاع اي نيكروزس هناخده، ما تنساش الجنرال اللي احنا واخدينه من شويه اللي هم النيوكليير تشينجز والسيتوبلازميك تشينجز اللي انا شرحتهم من شويه. تعالوا ناخد تاني نوع من انواع النيكروزس، وهو نوع اسمه الليكويفاكتيف نيكروزس.
لو كان الكواجريتيف نيكروزس بيض عيون فالليكوفاكتيف نيكروزس ده بيض اومليت. يعني ايه اللي بيحصل بقى؟ بتطلع في النوع ده اللي هم الدايجستيف انزيمز او البروتيوليتيك انزيمز اللي هي الانزيمز اللي بتكسر الخليه، بتطلع وتخلط لك كل محتويات الخليه كده تضربها كانك انت ماسك البيضه وبتضربها عشان تعمل اومليت. عشان كده سموه ليكويفاكتيف نيكروزس. ده ما فيهوش ولا ديناتوريشن اوف بروتينز ولا اي حاجه خالص، ده نوعه ليكويفاكتيف. ايه ليكويفاكتيف؟ البروتيوليتيك انزيمز طلعت، الدايجستيف انزيمز طلعت، وكانها ضربت محتويات الخليه زي ما انت بتضرب البيضه وانت بتعمل الاومليت. تمام. طيب لو كان الكواجولاتيف نيكروزس بيحصل عشان انا قطعت بلاد سبلاي عن الخليه، فالليكويفاكتيف نيكروزس بيحصل في حاجتين. بيحصل فين؟ بيحصل في اي ابسس في الجسم، اي خراج بيحصل في جسمنا، في اي حته في جسمنا اي خراج، فهو عباره عن ليكويفاكتيف نيكروزس. طيب فاكرين من شويه لما قلت لكم ان الكواجولاتيف نيكروزس بيحصل في اي اورجن قطعت عنه البلاد سبلاي؟ اه فاكرين، بس قلت لكم ما عدا مين؟ ما عدا البرين. البرين لو قطعت عنه البلاد سبلاي مش هيحصل فيه كواجولاتيف نيكروزس، امال هيحصل فيه ايه؟ يحصل فيه ليكويفاكتيف نيكروزس. طب اشمعنى؟ لان السي ان اس ده اورجن كده هتحس ان هو عامل زي ايه، كانه طري طري كده، عامل زي المهلبيه، طري خالص، مش يعني كله فات وكله سوفت تيشو وما فيهوش، ملوش هيكل، ملوش ستروما سانداه، فبالتالي صعب جدا ان هو يحصل فيه دينيتوريشن اوف بروتينز. دايما النيكروزس اللي بيحصل في البرين بيكون من نوع الليكويفاكتيف اللي هو نوع البيض الاومليت، لان محتوياته مساعده على كده، السوفت تيشو اللي فيه والليبيدز الليبيد كونتنت بتاعه العالي ده مساعده ان يحصل فيه ليكويفاكتيف نيكروزس. يبقى مهم جدا جدا جدا، مهم قوي اللي انا بقوله ده، ان الكواجولاتيف نيكروزس يحصل في اي اورجان قطعنا عنه البلاد سبلاي ما عدا البرين. الليكويفاكتيف نيكروزس يحصل في حاجتين، يحصل في البرين لو قطعت عنه البلاد سبلاي او لاي سبب من الاسباب. البرين اي حاجه هيتعرض لها، اي حاجه هتموت خلايا البرين هتموت بالليكويفاكتيف نيكروزس. واي ابسس هيحصل في جسمنا كله، اي ابسس في اي حته في جسمنا، اي خراج في اي حته، يبقى نوع من انواع الليكويفاكتيف نيكروزس. تمام. هو ان الليكويفاكتيف نيكروزس في الليكويفاكتيف انزيمز او البروتيوليتيك انزيمز بتضرب محتويات الخليه زي ما بتضرب البيض الاومليت بالظبط. تعالوا ناخد بقى النوع الثالث من النيكروزس، والنوع الثالث من النيكروزس ده خليط من الكواجولاتيف والليكويفاكتيف، فما فيهوش جديد. نوع اسمه كازييشن نيكروزس. يعني ايه كازييشن نيكروزس؟ كازييشن نيكروزس ده كلمه كازييشن يعني عامل زي الجبنه القريش. كلمه كازييشن يعني معناها عامله زي الجبنه القريش. ده بيحصل امتى؟ بيحصل في الناس اللي عندهم مرض السل او مرض التي بي اللي هو التوبركلوزس او مرض السل. بيحصل ايه بقى في مرض السل ده يا ولاد؟ خليط من الكواجولاتيف نيكروزس والليكويفاكتيف نيكروزس. فبيطلع لنا الخليط ده في الاخر اللي هم التو تايبس من النيكروزس، بيطلع لنا في الاخر الشكل عامل زي الجبنه القريش، بنسميه الكازييشن نيكروزس. تعالوا كده بصوا معايا. اول حاجه التي بي بيعملها، الكلام ده هنقعد بالتفصيل برده في شابتر التي بي. اول حاجه التي بي بيعملها، التوبركلوزس بيعملها لما بيصيب اي اورجان اللي هو مرض السل، بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس. اند ارترايتس، ثانيه واحده معلش، اند ارترايتس اوبليترانز. يعني ايه اند ارترايتس اوبليترانز؟ يعني كلمه اوبليترانز يعني اوبليتريشن، يعني بيقفل خالص. اند ارتري يعني يبقى ارتري ماشي كده خلاص، اللي هو ده البلاد سبلاي الوحيد اللي رايح لاورجان معين وانا قفلته خلاص، يبقى اند ارترايتس اوبليترانز يعني بيقفل البلاد سبلاي الوحيد اللي رايح للاورجان. يبقى بالتالي بيعمل ايه لما قفلت البلاد سبلاي؟ يبقى انا كده عملت كواجيولاتيف نيكروزس، صح؟ دي اول حاجه، اول تايب من النيكروزس اهو. التي بي بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليترانز، قطع البلاد سبلاي اللي رايح للاورجن، فعمل لنا حاجه اسمها الكواجولاتيف نيكروزس. جميل، حلو. طيب اول ما التي بي بيدخل جسمنا، اول خليه بتروح تتصدى ليه عشان ما يعني اول خليه مناعيه بتروح تتصدى ليه عشان ما يجيش يعمل لنا انفكشن، النيوتروفيلز. خدتوها في الهيستولوجي.
النيوتروفيلز، بص يا ولاد، التي بي الاورجانيزم بتاع التي بي ده، التي بي اورجانيزم ده ليه كبسول كده من بره مليانه ليبيد، خلاص مليانه ليبيد مليانه، لازم علشان يتكسر يكون في انزيم اسمه لايبيز عشان يكسر الليبيدز دي. لما النيوتروفيلز تيجي تهاجم التي بي ده وتبلعه عمرها ما هتقدر تكسره، لان النيوتروفيلز دي ما فيهاش اللايبيز اللي بيكسر الليبيد كبسول بتاع التي بي. جميل. فبالتالي النيوتروفيلز هي اللي بتتكسر، يعني بدل ما النيوتروفيل تكسر التي بي بالعكس ده التي بي هو اللي بيكسرها. خلاص، فالنيوتروفيلز اتكسرت، النيوتروفيلز جايه تتشطر على التي بي وهي اصلا ما عندهاش اللايبيز اللي بيحلل الكبسول بتاعته، فهو اللي هيموتها، فالنيوتروفيلز دي تتكسر. طب النيوتروفيل دي جواها بلاوي، دي مليانه ليكويفاكتيف انزيمز مليانه، فلما النيتروفيل تموت الليكويفاكتيف انزيمز كلها تطلع فتكسر لنا الحته النيكروتيك اللي هي اصلا كانت كواجولاتيف. يبقى لو انا عندي حته كانت كواجولاتيف نيكروزس، خلاص، نتيجه للاند ارترايتس اوبليترانز اللي عملوا التي بي، نتيجه للاسكيميا اللي عملها التي بي، تيجي النيتروفيلز لما تتكسر وتطلع لنا يا ولاد ليكويفاكتيف انزيمز، تبدا تعمل ايه بقى؟ تبدا تكسر تعمل ليكويفاكشن للكواجولاتيف نيكروزس اللي كان موجود ده، تعمل له ليكويفاكشن، يبقى بدا كواجولاتيف وانتهى ليكويفاكتيف، وفي النص كمان في شويه الليبد اللي موجوده في الكبسول بتاع التي بي مختلطه بالنيكروزس ده، فبتبقى الخليط ده كله بيكون عامل زي الجبنه القريش، اسمه كازييشن او بيسميها تشيزي لايك ماتيريال، عامله بالظبط زي الجبنه القريش. يبقى التي بي لما بيدخل الجسم اول حاجه بيعملها، بيعمل حاجه اسمها اند ارترايتس اوبليترانز، يعني بيقطع البلاد سبلاي اللي رايح للاورجان. فيعمل ايه اول حاجه؟ يعمل كواجولاتيف نيكروزس اللي هو بتاع الدينيتوريشن اوف بروتينز ده. طب بعد شويه تيجي النيوتروفيلز تبدا تهاجم التي بي عشان تموته، ما تقدرش عليه. ليه؟ لان ما عندهاش الانزيم اللي بيكسر الليبيد كبسول بتاع التي بي. فبالتالي ايه اللي يحصل؟ التي بي مش هيتكسر، امال ايه العكس اللي هيحصل؟ النيتروفيلز اللي هتتكسر وتطلع الليكويفاكتيف انزيمز من جواها، الليكويفاكتيف انزيم تبدا تكسر في الحته اللي كان حاصل فيها كواجولاتيف نيكروزس، يبقى كواجولاتيف نيكروزس حصل عليه ليكويفاكتيف نيكروزس فوقيه، فيبان كانه يا اولاد مشقق، يبان النيكروزس ده كانه مشقق لان هو كان كواجولاتيف وحصل عليه ليكويفاكتيف اون توب اوف كواجولاتيف نيكروزس. فعشان كده تلاقي مكتوب عندك في الكتاب ان الكازييشن نيكروزس از ايه؟ جرانولار. يعني ايه جرانولار؟ يعني مشقق. تمام كده. طيب، وطبعا لما بيختلط بيه الليبد اللي موجود في الكبسول بتاع التي بي فبتبان جروسلي، لما تيجي تبص للنيكروزس جروسلي بعينيك يبقى عامل زي الجبنه القريش اللي هو تشيزي لايك ماتيريال، يبقى ده الكازييشن نيكروزس بتاع التي بي اللي هو مرض السل. يبقى احنا خدنا اول حاجه عندنا، خدنا الكواجولاتيف نيكروزس بتاع الدينيتوريشن اوف بروتينز والبريزيرفد سيلولر اوتلاينز اللي هو البيض العيون، وخدنا بعد كده الليكويفاكتيف نيكروزس بتاع الليكويفاكتيف انزيمز اللي هو البيض الاومليت، وبعد كده خدنا بعد كده الكازييشن بتاع التي بي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن جبنه قريش، وعرفنا ايه سر إيه الشكل ليه بيبقى عامل زي الجبنه القريش. تمام، وده هناخده بالتفصيل الممل لما ناخد شابتر التي بي، فافهم الكلمتين اللي انا قلتهم واي حاجه، ده اللي انا عايزك تفهمه، الكلام اي كلام تاني هنفهمه بالتفصيل في شابتر التي بي، في شابتر خاص للتي بي. طيب، رابع نوع من انواع النيكروزس حاجه اسمها فات نيكروزس. يعني ايه بقى يا ولاد؟ واحد تعرض لتروما، واحد تعرض لخبطه في مكان مليان فات، يعني مثلا واحده مثلا تعرضت لخبطه في البريست والبريست ده مكان مليان فات، ايه اللي بيحصل؟ الفات سيلز تفرقع، الفات سيلز بتفرقع، فلما الفات سيلز بتفرقع بتطلع الفاتي اسيدز براها، فالفاتي اسيدز دهيت بتجيب انفلاماتوري سيلز كتير جدا حواليها، بتعمل التهاب حواليها، والالتهاب ده بينتهي في الاخر لتليف. خلاص، يعني بيبقى تليف، يعني بيحصل ان الفايبروبلاست بتيجي تقعد في مكان الالتهاب ده. يبقى ممكن مكان معرض لفات يحصل فيه تروما فيحصل ريليز اوف فاتي اسيد تعمل ماسيف انفلاميشن، والانفلاميشن دي بعدها يحصل فيه فايبروزس او تليف، يعني الفايبروبلاست تيجي تقعد في مكان الانفلاميشن ده. تمام، ده ممكن يحصل فين؟ في البريست.
او في اي حته مليانه فات. طيب يبقى الفات نيكروزس ممكن يحصل نتيجه للتروما. طب ممكن يحصل نتيجه لايه تاني؟ تعالوا كده اورجان زي البانكرياس. البانكرياس ده اورجان مليان انزيمز، مليان دايجستيف انزيمز، انزيمز اللي موجوده جوه اللايزوزوم كده، ليه الانزيمز اللي بتاكل اي حاجه تيجي في طريقها. طول ما البانكرياس سليم، طول ما الانزيمز دي على حلها وما بتاذيش حد وفي صوره انكتيف. طب تعالى عيان جاله بانكرياتايتس، جاله اكيوت بانكرياتايتس، التهاب حاد في البانكرياس، ايه اللي يحصل؟ الانزيمز اللي كانت موجوده في حلها وفي صوره انكتيف تبدا تتجنن. من ضمن الانزيمز دي انزيم اسمه اللايبيز، اللايبيز ده يبدا يخرج ويكسر الفات اللي موجود في الابدومن حوالين البانكرياس، فيعمل برضو فات نيكروزس ويطلع فاتي اسيدز برضو وتعمل انفلاميشن زي ما حصل من شويه وقلت عليه في التروماتيك تايب. الفاتي اسيدز اللي بتطلع من الفات سيلز دي لو لقت كالسيوم قدامها على طول تمسك فيه، الفاتي اسيد بيحب الكالسيوم جدا، لو لقت الكالسيوم تعمل فيه تمسك فيه وتبدا تترسب في الابدومن على هيئه حاجات بيضة كده شبه الصابون يسموها كالسيوم سوب. يبقى تاني يا ولاد ايه هو الفات نيكروزس ده؟ الفات نيكروزس ده ممكن يبقى عن طريق حاجتين، يا اما تروماتيك يا اما عن طريق انزيماتيك. التروماتيك ده قلنا زي في مكان مليان فات زي البريست، حصل فيه تروما فالفات سيلز فرقعت وطلعت فاتي اسيدز، فالفاتي اسيدز اللي طلعت عملت انفلاميشن في المنطقه، والانفلاميشن دي جاب بعد كده لما بتخف بتجيب بدلها فايبروبلاست. الفايبروبلاست ده هي تبدا تملى مكان الفات اللي حصل فيه نيكروزس ده. حتى ساعات الفايبروزس ده لما بيحصل يا ولاد بيعمل هارد ماس، يعني الفايبروزس ده لو حصل يعمل كلكعه ناشفه، فساعات الست يبقى عندها فات نيكروزس تجيلك كده بكلكعه ناشفه فانت تفتكره كانسر. فالفات نيكروزس ساعات كتير جدا بيختلط شكله جروسلي مع الكانسر، وما بنقدرش نفرق طبعا غير لما ناخد بايوبسي ونشوفها تحت الميكروسكوب. هنلاقي بقى لما ناخد لقينا واحده ست مثلا جايه بتشتكي انها عندها كلكعه كده محجره في صدرها، خلاص جينا شكينا انها كانسر حليناها تحت الميكروسكوب طلعت شويه فات وحواليه الانفلاميشن، فانا فهمت خلاص ان هو مش كانسر. وتيجي الست تقول لك انا اتخبطت في صدري من فتره، فتفهم ان الموضوع كله تروماتيك فات نيكروزس. تمام. النوع الثاني من الفات نيكروزس اللي هو الانزيماتيك، قلنا زي في حالات البنكرياس، البنكرياس المفروض ان جواه دايجستيف انزيمز موجوده في صوره خامده ما بتعملش اي حاجه. اول ما البنكرياس يحصل فيه التهاب يحصل فيه اكيوت بنكرياتايتس تبدا الانزيمز دي تتجنن، ومنهم اللايبيز يطلع بقى في الفات اللي حوالين البنكرياس اللي في الاومنتم حوالين البنكرياس ويبدا ياكل فيه ويطلع لنا الفاتي اسيدز. والفاتي اسيدز دهيت لما بتلاقي كالسيوم قدامها تمسك فيه، والفاتي اسيد لما بتمسك في الكالسيوم تترسب على هيئه بطش بيضه كده شبه الصابون يسموها كالسيوم سوب. يبقى احنا كده خدنا الكواجولاتيف نيكروزس اللي لما بقطع البلاد سبلاي عن الاورجان، الليكويفاكتيف نيكروزس اللي لما الاورجان بيتعرض للليكويفاكتيف انزيمز، او الكازيشن بتاع التي بي اللي هو مزيج ما بين الكواجولاتيف والليكويفاكتيف، والفات نيكروزس بالنوعين بتوعه انزيماتيك وتروماتيك، والاخر نوع عندنا نوع اسمه الفايبرينويد نيكروزس. كلمه اويد اللي في اخر الكلمه دي من اللغه من ضمن اللغه اللي احنا عايزين نتعلمها، اويد يعني شبه، فلما اقول لك فايبرينويد يعني شبه الفايبرين. طب ايه الفايبرين ده؟ الفايبرين ده انتوا خدتوه من الكواجوليشن فاكتور في الفسيولوجي، نوع من الكواجوليشن فاكتورز اللي ماشي في البلاد. الفايبرين ده بيبقى لونه عامل زي كده فتة لونها احمر، عامل زي الشبكه، شبكه لونها احمر. ففايبرينويد يعني النيكروزس اللي شبه الفايبرين اللي هو بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن لونه احمر فاقع شبه الفايبرين، عشان كده سموه فايبرينويد نيكروزس. بيحصل امتى الفايبرينويد نيكروزس ده؟ بيحصل في اوتو اميون كولاجين ديزيز. يعني ايه اوتو اميون كولاجين ديزيز؟ اوتو اميون ديزيز يعني انا جسمي انا المناعه بتاعتي هاجمتني، حصل خلل معين في جهاز المناعي، في جهاز المناعي بتاع جسمي هاجمني، ده اسمه اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون كولاجين ديزيز نوع من انواع الاوتو اميون ديزيز، مش مهم تعرفوا هي ايه، يعني هناخدها بالتفصيل في السيستم. المهم حصل في الاوتو اميون ديزيز دي ان المناعه بتاعتي هاجمتني، فلما المناعه بتاعتي هاجمتني حصل رياكشن معين عند الوول بتاع البلاد فيسل، فالبلاد فيسل بدا يطلع مواد شبه الفايبرين،
البلاد فيسل بدأ يتكسر ويحصل فيه نيكروزس ويطلع مواد شبه الفايبرين، سموه الفايبرينويد نيكروزس. يبقى حصل رياكشن عند الول بتاع البلاد فيسل، الرياكشن ده سببه مرض مناعي، المناعة بتاعتي هاجمتني، فبدأ البلاد فيسل يحصل فيه ليك او ان هو يسرب فايبرين من جوه، وبدأ يحصل نيكروزس شبه لونه احمر شبه ال واخد لون الفايبرين اللي طلع من البلاد فيسل ده. يبقى دلوقتي لما جيت اتكلمت عن السل، قلنا السل لما بتتعرض لانجري بتاخد حاجة من التلاتة، يا اما بتادبت خلاص، يا اما بيحصل لها ريفيرسبل سيل انجري اللي هي بتتاثر شويه وترجع نورمال تاني. وقلنا انواع الريفيرسبل، السيل بتجمع ميه بشكل قليل هيدروبيك ديجنريشن، او بتجمع ميه بشكل كبير اللي هو البالونينج، او بتجمع فات، وده هناخده في الشابتر الجاي. وبكده جينا خدنا قلنا السيل ممكن تتاثر بالانجري جدا فيتموت، يحصل فيها الريفيرسبل سيل انجري. وقلنا تو تايبس من الريفيرسبل سيل انجري، اللي هم يا اما السيل بتموت بالنيكروزس او بتموت بالابوبتوزس. وقلنا الموت بالنيكروزس ده اهم حاجه فيه تعرف ان الخليه بتموت لانها عيانه، مفيش خليه طبيعيه ابدا بتموت بالنيكروزس، تمام؟ لازم يكون باثولوجيك كوز، يعني مرض هو اللي خلى الخليه دي تموت بالنيكروزس. طيب ايه تاني بيميز النيكروزس؟ زي ما اتفقنا ان الخليه بتبقى سوولن، لان لما الممبرين بتاعنا بيتاثر، بتاع الخليه بيتاثر، الصوديوم بوتاسيوم بامب بتتاثر وبتدخل ميه جوه الخليه، الى جانب ان اللايزومال انزيمز لما بتطلع وتكسر محتويات الخليه بتزود لي الاوزمولاريتي فيسحب ميه من بره. من اهم ما يميز النيكروزس ان في انفلاميشن في السراوندينج تيشو، ده سببه ليه؟ ان الخليه بتفرقع، ولما بتفرقع المحتويات تطلع بره فتعمل انفلاميشن في السراوندينج تيشو. مهم قوي تعرف ان الخليه تبقى سولن وفي انفلاميشن في السراوندينج تيشو. وبعد كده خدنا شكل المورفولوجي بتاع النيكروتيك سيل على مستوى النيوكليوس وعلى مستوى السيتوبلازم. وبعد كده اتكلمنا عن التايبس بتوع النيكروزس اللي هم الخمسه تايبس بتوعنا، اللي هم مين؟ الكواجولاتيف والليكويفاكتيف والكازيشن نيكروزس والفات نيكروزس والفايبرينويد نيكروزس. والتايبس بتاع النيكروزس فيري امبورتنت وسؤال مؤكد في الامتحان. طيب ايه هو بقى الابوبتوزس؟ الابوبتوزس ده اسهل بكتير قوي من النيكروزس. بصوا يا ولاد الابوبتوزس ده اسهل بكتير، ده النوع التاني بتاع الريفيرسبل سيل انجري، الخليه قلنا بتموت يا بالنيكروز يا بالابوبتوزس. الابوبتوزس ده بقى موت، بس موت منظم بروجرامد سيل ديث، يعني الخليه مش بتموت نتيجه لانها تعرضت لمرض، لا ده موت منظم ان الخليه بتموت لسبب يعني مسبق او سبب منظم، مش سبب مفاجئ زي بتاع النيكروزس. زي ايه مثلا؟ من اهم الاسباب بتاعه الابوبتوزس حاجتين، يا اما حاجه فيسيولوجيك يا اما حاجه باثولوجيك. اتفقنا ان النيكروزس الخليه بتموت وهي عيانه بس، لكن الابوبتوزس لا، ممكن خليه سليمه تموت او خليه عيانه تموت بالابوبتوزس. امتى الخليه السليمه تموت؟ فيسيولوجيك، زي مثلا الاندوميتريال شيدنج في المنستريشن كل شهر، الاندوميتريوم اللي بيقع كل شهر وبيموت ده حاجه فيسيولوجي، حاجه طبيعيه، فبتموت بالابوبتوزس. ممكن في الامبريوجينيسيس اللي هو تكوين الجنين، تكوين الجنين طبعا في خلايا بتموت وخلايا بتعيش وفي تيرن اوفر، فكل ده ويزن نورمال. خلايا الانتستين، خلايا الانتستين بتاعتنا في حاله هايبر اكتيف، تموت ويطلع غيرها، تموت ويطلع غيرها وهي نورمال، فاللي بيموت منها ده بيموت بالابوبتوزس. لو احنا ماشيين في الشارع كده اتعرضنا لاشعه شمس زياده، اشعه الشمس دهيت واحنا نورمال اهو وماشيين في الشارع عادي، عملت ميوتيشن، عملت طفره في خليه من خلايا السكين، فالطفره دي ممكن تؤدي لماليجنسي، يجي لنا ورم خبيث ولا حاجه لا قدر الله. فتلاقي ان جسمنا بيتعامل مع الخليه اللي تعرضت للطفره دي ان هو يموتها على طول خلاص قبل ما تعمل لنا الورم، فده برضو بتموت عن طريق الابوبتوزس. يبقى في خليه نورمال بتموت عن طريق الابوبتوزس في الامثال اللي احنا قلناها، وفي خليه ابنورمال، خليه عيانه بتموت برضو عن طريق الابوبتوزس. زي ايه؟ الكانسر سيل لما العيان بياخد كيموثيرابي العلاج الكيماوي بيموت الخليه عن طريق الابوبتوزس، تمام؟
التعرض للإشعاع الراديشن ممكن بيموت الخلية عن طريق الأبوبتوزس. الفيرالي انفكتد سيلز، الخلية اللي تبقى انفكتد بفيروس ممكن تموت عن طريق الأبوبتوزس. تمام. كلمة الميسفولدد بروتين دي أجلوها لي للشابتر الجاي عشان دي ليها قصة تانية، أجلوها للشابتر الجاي. تمام. يبقى الأبوبتوزس ده الخلية بتموت يا إما under normal condition يا إما under abnormal أو pathologic condition، وعرفنا السبب ده والسبب ده. لكن النيكروزس لازم الخلية تموت under إيه؟ pathologic condition. تمام. دي اسباب الابوبتوزس. طب فاكرين لما قلنا اللي تشينجز اللي بتحصل في النيكروزس اللي هي النيوكليوس بيحصل فيها بيكنوزس وكاريوركسس وكاريوليسس والكلام ده؟ تعال بقى نشوف اللي تشينجز اللي بتحصل في السيل لما بتموت بالابوبتوزس. اسهل بكتير قوي. دي النورمال سيل اهي بالنيوكليوس بالسيتوبلازم، اول ما الخليه تقرر انها خلاص هتموت بالابوبتوزس يبدا السيل ممبرين بتاعها يشرينك، يبدا يشرينك ينكمش. فاكرين في النيكروزس كانت بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها سويلنج. لا، هنا بتبدا يحصل فيها ايه؟ شرينك. والسيتوبلازم يبدا يكوندنس، خلاص بقى بدل ما كان السيتوبلازم مالي مساحه كبيره، لا ده بقى مالي مساحه صغيره، بيبقى كوندنسد، بيبقى مكثف. والنيوكليوس الاخرى يحصل لها شرينك، تبقى شرينك هي كمان. بعد كده بعدها بشويه تبدا النيوكليوس تفراجمنت، تتكسر حتت. خلاص كل حته يبدا بعد كده يحصل الميمبرين ده بتاع الخلية يحصل فيه بليبنج. يعني ايه بليبنج؟ يعني يبوظ البرة كده. خلاص وكل حتة من الممبرين ده اللي هي بيحصل لها بليبنج او تبوظ البرة دي تبقى واخدة فراجمنت من النيوكليوس مع حتة سيتوبلازم حواليها، فراجمنت من النيوكليوس مع حتة سيتوبلازم. الحاجات دي كلها تنفصل، كل النيوكليوس بشوية السيتوبلازم حواليها تنفصل ويعمل لنا حاجة اسمها الابوبتوتيك بادز، تيجي بعد كده الميكروفيج وتكنسهم وتخلصنا منهم خالص وكأن شيء لم يكن. طب سؤال، هل في الابوبتوزس في انفلاميشن في السراوندينج تيشو؟ لا طبعا مفيش. ليه؟ لان الممبرين من الاول للاخر انتكت زي ما هو، مفيش حاجة خرجت برا خالص، فبالتالي مفيش انفلاميشن في المنطقة المحيطة. تمام كده؟ على عكس النيكروزس، النيكروزس بيكون السراوندينج تيشو فيه انفلاميشن. يبقى الخلية كانت نورمال، تبدا بعد كده الممبرين بتاعها يشرينك والنيوكليوس تشرينك والسيتوبلازم يتكثف في حته اقل يكوندنس، وبعد كده النيوكليوس تبقى فراجمنتد تتكسر، كل حته من النيوكليوس تتجمع. يحصل اول حاجه الممبرين يحصل فيه بليبنج، يعني يحصل كده ايه؟ يعمل بادنج كده، بادز لبره، كل باد منهم تبقى عباره عن فراجمنت من النيوكليوس وحواليها جزء من السيتوبلازم، تبدا تنفصل بعد كده تعمل لنا ايه؟ الابوبتوتيك بادز، تيجي الميكروفيج وتكنسها وتشيلها خالص بره المكان. وطبعا مفيش انفلاميشن في السراوندينج تيشو، مفيش اي التهاب. ليه؟ لان الممبرين ما فرقعش. طب عمليه الابوبتوزس دهيت بتتاثر بحاجتين، في حاجات بتعمل لها اكتيفيشن وحاجات بتعمل لها بتقللها. ايه هو الكنترول بتاع الابوبتوزس؟ يا اما انزيم بيعمل لها اكتيفيشن، حاجه اسمها الكاسبيسز انزيم. الكاسبيسز انزيم بتساعد على ان النيوكليير ميمبرين يتكسر والنيوكليير والنيوكليايت فراجمنت، فيعمل لنا اللي هي الايه؟ النيوكليير فراجمنتيشن اللي بيحصل في الابوبتوزس. فالكاسبيس انزيم بياكتيفيت الابوبتوزس. لكن في بروتينز تانية اسمها البي سي ال 2، دي بتنهبت الابوبتوزس، بتقلل الابوبتوزس. تمام. علشان كده يا ولاد تلاقوا مثلا واحد عنده مرض خبيث، ورم خبيث، تلاقي الورم الخبيث ده زي ما انا قلت لكم من شويه ان خلايا الورم الخبيث جسمنا بيحاول يموتها عن طريق الابوبتوزس، سواء كان جسمنا هيموتها بالابوبتوزس او الكيموثيرابي. فتلاقي خلايا الورم الخبيث طبعا هي مش عايزه تموت، هي عايزه تنتشر في الجسم، فتعمل ايه؟ تلاقيها انها تطلع على السيرفس بتاعها تصنع البي سي ال 2 بروتين، لان هي عارفه ان البي سي ال 2 ده بينهبت الابوبتوزس فيخليها ما تموتش بسرعه. فمن الحاجات ان الورم بيحافظ بيها على نفسه لما الورم يكون خبيث جدا وعايز ينتشر ويتوغل في الجسم، تلاقيه مطلع على السيرفس بتاعه بي سي ال 2 علشان خاطر ما يحصلوش ابوبتوزس. يبقى البي سي ال 2 بينهبت الابوبتوزس والكاسبيس بتاكتيفيت الابوبتوزس، ده الكنترول بتاعه. كده انا خلصت الشابتر، هوريكم بس جدول كده في الاخر مقارنه ما بين النيكروزس والابوبتوزس عشان نعرف. احنا سؤال بيجي كتير برضو في الامتحان، كومبير بين الابوبتوزس والنيكروزس. لازم تبقى عارف ان النيكروزس سببه باثولوجيك،
لكن الابوبتوزس سببه فيسيولوجيك وباثولوجيك. تمام، لازم تبقى عارف ان النيكروزس ده ديس بتاع الخليه بيحصل معاه لوس اوف الانتجريشن بتاع الليزومال ميمبرين والسيل ميمبرين، ويحصل انفلاميشن في سراوندينج تيشو والكلام ده، لكن الابوبتوزس ده بروجرامد سيل ديس. خلاص، لازم تبقى عارف ان النيكروزس السراوندينج تيشو بيبقى انفلامد لان الخليه بتفرقع، لكن الابوبتوزس مفيش انفلاميشن في السراوندينج تيشو، ده از فيري امبورتنت لان الخليه ما بتفرقعش. لازم تعرف ان النيكروزس الخليه بيحصل فيها سويلنج، الابوبتوزس الخليه تشرينك. لازم تعرف ان النيكروزس في لوس اوف ميمبرين انتجريتي، لكن في الابوبتوزس الممبرين سليم. لازم تبقى عارف ان في النيكروزس النيوكليس بيبقى بيكنوتيك وبعد كده كاريوركسس وبعد كده كارياوليسس، لكن في الابوبتوزس النيوكليس بيحصل فيها فراجمنتيشن وبعد كده الممبرين يحصل فيه بادنج، وكل بد تنفصل على هيئه نيوكليار ممبرين بالسيتوبلازم بتاعها على شكل ابوبتوتيك بادي. هنا سيتوبلازم بينك وهنا سيتوبلازم بينك. الفيت بتاع كل واحده فيهم ان النيكروزس بالماكروفاج تبدا تكنس المنطقه وتملاها تفرشها بفايبروبلاست. ليه تفرشها بفايبروبلاست وفايبروزس؟ لان المنطقه دي كان فيها انفلاميشن، لكن المنطقه هنا ما كانتش فيها انفلاميشن، فالماكروفاج هتكنسها ومش هيبقى فيه فايبروزس وكان شيئا لم يكن. كده انا خلصت الشابتر بتاع النهارده. مش مطلوب منك طبعا تذاكره مره واحده، انا شرحته مره واحده لان هو ده الوقت اللي بيبقى متاح ليا، بس ان انا اقول الريكورد صعب ان هو يتسمع مره واحده او يتذكر مره واحده، قسمه على مرتين. خلاص، وطبعا زي ما انا موصياكوا ان اللي تسمعوا تذاكروا على طول، ما تسمعش كتير مره واحده بقى كده تذاكر، الحبه اللي تسمعهم تذاكرهم هتلاقي المذاكره بقت اسهل. فما تذاكروش اللي انا قلته ده مره واحده ولا تسمعوه مره واحده. مطلوب منك لما تذاكر هتلاقي كده في اخر الشابتر حاجه اسمها الفورماتيف اسسمنت، اسئله على الشابتر اللي انا شرحته، يا ريت تحلوها وتبعتوها لي وتحلوها كده من دماغكم، بلاش تنقلهم من الكتاب وتبعتوها لي. يا ريت تقولوا لي اذا كنتوا برضو فهمتوا الموضوع ولا الموضوع صعب شويه. انا عارفه ان اصعب حاجه في الموضوع الوقت، ان انا طولت، بس ده انا قلت لك انا طولت لان ده المتاح ليا ان انا اسجل فيه الريكورد، فده انت تتغلب عليه ان انت هتقسم الريكورد على مرتين، فالمشكله دي خلاص حلناها. فياريت لو فهمتوا حاجه او كانت سهله تقولوا لي، او لو ما فهمتوش حاجه وكانت صعبه برضو تقولوا لي عشان اقدر اتغلب عليها بعد كده. شكرا جدا، تصبحوا على خير.